انا قرار الدم الحمراء بتتكسر كل 120 يوم. ناتج تكسير كرات الدم الحمراء بيطلع منها الهيموجلوبين. هذا الهيموجلوبين بيدينا حاجتين. هيدينا هيم وجلوبين. الجلوبين ده هيلف تاني عشان يكون هيموجلوبين، والهيم هيدينا حاجتين. هيدينا ايرن وبليفيردين. هذا البليفيردين يتحول الى بليروبين. البيلروبين هو ماشي في الدم هيبقى اسمه هيموبيلروبين، ما اتحدش مع حاجة. اسمه انكونجيوجيتد بيلروبين أو اسمه اندايركت بيلروبين. هذا الاندايركت بيلروبين له صفتين. الصفة الأولى إن هو ووتر انسوليبل. الصفة الثانية إن هو فات سوليبل. ووتر انسوليبل عمره أبدا 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 ما هينزل في اليورين. فات سوليبل دي مشكلة. فالسولوبل يقدر يعدي البلاد برين بارير، ولو عدى البلاد برين بارير ممكن يعمل هيباتيك، ممكن يعمل بليروبين انكيفالوباثي، بس ربنا بيعمل له حمايه ان هو يتشال على مركب كبير اسمه البومين. الليفر بيتعامل مع هذا الاندايركت بليروبين عن طريق ان هو بيعمل له ثلاث حاجات. بيعمل له ابتيك، ثم كونجيوجيشن، ثم اكسكريشن. الابتيك بيحصل عن طريق حاجه اسمها زيت ان واي بروتين. هتلاقي هنا في بروتينات، دي عباره عن ترانسبورتر، دي بتوصل بس بتاخد الاندايركت بيلروبين وتدخله جوه الهيباتوسايت. ما تسيبوش جوه الهيباتوسايت لوحده لانه هيباتو توكسيك. هتلاقي جوه فيه الجلوكورونيك اسيد، في وجود الجلوكورونيك ترانسفيريز يبدأ يتحدوا، يبدا يعمل كونجوجيتد بيلروبين، وبعدين يرجع الزيت والواي بروتين عشان يجيبه تاني. هو وظيفتهم بس بيوصلوا. جوه الهيباتوسايت بيحصل هذا الاتحاد. لما بيتحدوا بيعملوا حاجه اسمها كونجيوجيتد بيلروبين. هذا الكونجيوجيتد بيلروبين هو بيكون هيباتوتوكسيك، عشان كده اول ما يتكون لازم يحصل له اكسكريشن عن طريق البايل كانليكولاس اللي هتصب في البايل باكتيول، وبعدين كل الباكتيولز بتتجمع في الاخر عشان تصب في حاجه اسمها هيباتيك داكت. هنا في الجول بلادر البايل اتجمعت فيها، بتفتح في حاجه اسمها سيستيك داكت. اتحاد الاثنين طبعا بيعمل حاجه اسمها كومن بايل داكت. اللي نازل جوه الهيباتيك داكت او نازل في الكومن بايل داكت هيبقى اسمه كونجيوجيتد بيلروبين، او اسمه كوني بيلروبين، او اسمه دايركت بيلروبين، وده بيكون ووتر سوليبل. نزل في الانتستين هيفتح فيه السكند بارت اوف يودينم. لما يفتح في السكند بارت هنا، لما يفتح هنا كده في السكند بارت في حته اسمها امبولا اوف باتر، مش بيفتح لوحده، هي بتفتح الكومن بايل داكت تفتح مع البنكرياتيك داكت. هيفتحهم الاثنين مع بعض هنا عشان يبدا يزق مين؟ البايل صوت والكونجوجيتد بيلروبين. هنكمل المنظر هنا في الانتستين. نزلنا في الانتستين، هذا الدايركت بيلروبين في الانتستين البكتيريا تشتغل عليه. لما البكتيريا تشتغل عليه تحوله الى استيريكو بايلينوجين. هذا الاستيريكو بايلينوجين ده مسؤول طبعا عن البراونش ديسكالريشن اوف ذا ستون، وهو نازل يحصل له اوكسيديشن يبقى اسمه ستيريكوبايلين. في جزء من الستيريكوبايلينوجين بيحصل له ري ابزوربشن عن طريق انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، يروح تاني للليفر يحصل له ابتيك تاني ويدخل جوه الهيباتوسايتس عشان يعمل انهبيشن للانزيم اللي كان شغال اللي اسمه جلوكورونيل ترانسفيريز انزيم. هيبدا يعمل له انهبيشن، تمام كده؟ هيلف ويعمل له انهبيشن عشان ما يخلصش. وهو بيحصل له ري ابزوربشن جزء من الستيريكوبيلينوجين اسكيب ثرو سيستميك سيركيوليشن، ويروح للكليه ويحصل له اكسكيوشن عن طريق الكليه وينزل يبقى اسمه يورو بايلينوجين. هذا اليورو بايلينوجين كلرليس ملوش لون الا اون ستاندنج، لما يحصل له اوكسيديشن هيبدا يديني دارك كلريشن، لكن هو اصلا في الطبيعه بيكون كلرليس. دوت اسمه فيسيولوجي اوف بيلروبين. عندي ثلاث انواع من الجوندس، يا اما هيموليتيك يا اما اوبستراكتيف يا اما هيباتوسيلر. الهيموليتيك كرات الدم الحمراء بتعيش فتره صغيره. بيحصل اكسسيف ديستراكشن للار بي سيز. هذا الاكسسيف ديستراكشن للار بي سيز الهيموجلوبين اللي هيطلع كتير، الهيم هيبقى كتير، البوليفيردين كتير. اول معلومه الهيموبيلروبين هيبقى زياده. عشان عندي تكسير كتير الهيموبيلروبين هيبقى كتير. هذا الهيموبيلروبين اللي هيبقى كتير الليفر مش عارف يتعامل معاه.
طالما الليفر مش عارف يتعامل معاه هيبدا ينزل في اليورين مش عارف ينزل في اليورين. فعشان كده نتفق على حاجه، مهما كان عندنا هيموليتيك جوندس الكالر اوف يورين هيبقى نورمال، الكالر اوف يورين هيبقى نورمال. الليفر هيزود الاكشن بتاعه من 6 ل 8 مرات، هيعمل ابتيك كتير، هيعمل كونجيوجيشن كتير، هيعمل اكسكريشن كتير، هينزل في الانتستين السيركوليجن هيبقى كتير، هينزل في الاسطول كتير، هيبقى الاسطول بتاعنا دارك ستون. يبقى اول معلومتين اللي عنده هيموليتيك جوندس معاه نورمال كالر اوف يورين ومعاه دارك ستون. لما اعمل له تحليل التوتال بالروبن بتاعه عالي، الدايركت بالروبن عالي، الدايركت بالروبن الدايركت بالروبن نورمال، لانه كله تحول الى ستيركو. الستيركو بالوجن في الاسطول عالي، وبالتالي اليورو بيولوجي في اليورين هيبقى عالي. الليفر فانكشن عامله ايه؟ الليفر فانكشن عامله ايه؟ هتبقى نورمال مش عاجبني. عايز اجابات كده، عايز كده اجابات صاروخيه. اللي عنده هيموليتيك جوندس الكالر اوف يورين نورمال، كالر اوف ستول دارك، التوتال بالروبن دايركت بالروبن اندايركت بالروبن، ستيركو بيولوجي في الستول عالي، يورو بيولوجي في اليورين عادي. اللون الاسكليرا افتح لون بيبقى اسمه ليمونيرو، لان الاندايركت اصلا لونه بيبقى خفيف جدا، فبيكون عندنا ايه؟ فبيكون عندنا الكالر بيبقى ليمونيرو اصفر فاتح، اصفر فاتح. اللي عنده هيموليتيك جوندس ناقص فيه كلمتين. الكلمه الاولى ان السبب بتاعه كل اسباب الهيموليتيك انيميا. اي حاجه تعمل هيموليتيك انيميا تؤدي الى هيموليتيك، والكلام ده اتقال قبل كده مع درس كبير اسمه هيموليتيك انيميا، تلاقي الكلينيكال بيكشر دي كامله. ها مهمه جدا. المعلومة الثانية لما تيجي تتكلم عن كلينيكال فيتشر تلاقي فيتشرز اوف هيموليزر، يعني هتلاقي مثلا لو هي ثلاسيميا او كده تلاقي فيه هيباتوس بينومينجن، تلاقي المونجولويد فيس، يعني تلاقي المواصفات الاخرى بتاعت الهيموليتيك انيميا ككلينيكال فيتشر. ده اول بند، واظن الكلام سهل جدا، في مشكلة؟ طيب الحتة الثانية، لو كان السبب بتاعنا اوبستراكتيف جوندس، لو فرضا مثلا لو خدنا اكزامبل اوبستراكشن هنا في الباور بايت دكت، اوتار التكسير فوق، احنا عارفين الكلام ده اخلصه، التكسير فوق عادي، فبالتالي الهيم اللي طلع عادي، البليفيردن عادي، الهيم بليفيردن عادي، الابتيك بتاع الليفر عادي، الكونجوجيشن عادي، الاكسكريشن مش عادي. هو مش عارف يعمل اكسكريشن، طب هو بيعمل اكسكريشن لحاجه اسمها دايركت، هذا الدايركت مش عارف يحصل له اكسكريشن، هيرد تاني على الجلاند سينسويد، على الهيباتوسايت، على السنترال فينز، وهيصب تاني في السيستميك سيركيوليشن ويبدا ينزل في اليورين. لما ينزل في اليورين يخلي اليورين يبقى دارك. بس خد بالك هو اللي رجع مين؟ كونجوجيتد بالروبن وبايل. الكونجوجيت بالروبن خلاه دارك، والبايل خليته فروسي، اصبح دارك فروسي يورين. دارك فروسي قلنا على الاسوس لايك، كوكا كولا لايك، تي لايك، بيقولوا عليها حاجات كتير يعني حاجه سودا ومعاها رغاوي. يبقى دوت مع الاوبستراكتيف. اللي نزل هنا وراح في الانتستين شويه غريب جدا، فبالتالي الاستيريكو هيبقى قليل، والاستيريكو ده المسؤول عن الكالر اوف ستول، فالستول هيبقى تيل او تيلي. وبالتالي لما يكون الاستيريكو اللي نازل فيه الستول قليل، فالشويه اللي هيحصل لهم ريابزوربشن اصلا قليلين، فالشويه اللي هينزلوا في الدورين هيبقوا قليلين، فبالتالي هيبقى عندنا لو ستيريكو بيولوجين الستول ولو يورو بيولوجين ال. الليفر فانكشن بتبقى كويسه في الاول، ليتر اون يحصل سيروزس كويس، الا ان في انزيم مهم جدا اسمه الكالين فوسفاتيز، بيطلع منين؟ من البايل كانالي كيلايز، من البيتينيوم بتاعها. لما يكون البايل قاعد فيها بيعمل اديتيشن، وقلنا لما يحصل اديتيشن يطلع بكميات كبيره، يعمل ماركت اليفيشن اوف الكالين فوسفاتيز. في كذا فكه في الاوبستراكتيف جوندس. الحته الاولى ان الاوبستراكتيف جوندس كاسباب، ودي حته مهمه جدا، وده بيجي سؤال. الاسباب بتاعتي على عنوانين، هي حاجه اسمها اكسترا هيباتيك، هي حاجه اسمها انترا هيباتيك اوبستراكتيف جوندس. اكسترا هيباتيك اتكلم عن كومن بايل دكت، زي اي تشوف في المنهج اللي هيسدها من جوه، يا ستون يا ممكن فشوله او اي بارازايت اسكارس او اي حاجه، حاجه من جوه، حاجه في اللون، ممكن يكون استريكشر. على فكرة ممكن كولانجيو كارسينوما في أطفال مرات يتولدوا عندهم أتريزيا، بيليري أتريزيا، تلاقي أصلا الضغط دي مالها مسدودة أصلا من الأول يعني، واخد بالك؟ ممكن تبقى حاجة ضغط عليها من بره، احنا عارفين هنا في مين؟ البنكرياس، كانسر هيدو البنكرياس، كورونيك بنكرياتايتس، عندي ليمف نود ضغط على البورتا هيباتس، يعني أي حاجة ضغط من بره، ده اسمه إكسترا هيباتيك أوبستراكتيف جوندس. إنترا هيباتيك، إنترا هيباتيك، إنترا هيباتيك فيه فكرتين، الفكرة الأولى
ان احنا عندنا الهيباتوسايتس اهي بين كل صفين في باي كاناليبس. طب الهيباتوسايتس حصل فيها بالونينج، بالونينج زي الاكيوت فايرال هيباتايتس، زي الاكيوت الكوليك هيباتايتس، زي الكوليستيزس اوف بريجننسي، زي بعض الادويه. ها الهيباتوسايتس دي كبرت ضغطت على الباي كاناليكيولاي، ده احتمال. الاحتمال الثاني حصل ديستراكشن لهذه الباي كاناليكيولاي بحاجه مناعيه، مرض مناعي برايمري فيليري سيروزس، لما قلنا اجسام مضاده بتروح تضرب هذه البايل كاناليكولاي. طب البيلروبين والبايل هيروحوا فين؟ مش عارفين يروحوا في حته. طيب عندي الكوليستيزس اللي هو اسمه انترا هيباتيك اوبستراكتيف جونز، اوبستراكتيف جونز على عنوانين، ها يا انترا هيباتيك يا اكسترا هيباتيك. الجامعات دايما بيجيبوا الاوبستراكتيف جونز مع الجراحه، في جامعه الازهر ولاد وبنات بيجي الاوبستراكتيف جونز بطنه، ها بيجي بطنه، بيجي سؤال بطنه، اي جامعه ثانيه اسال كده في اي حته بيشرحوه مع الجراحه اصلا. ها انتوا بتاخدوه مع البطنه الاوبستراكتيف جونز، عشان كده بيجي سؤال كتير. ها الاسباب مهمه، الاسباب مهمه، اسباب الاوبستراكتيف جونز مهمه جدا. باي واي هتفرق ازاي اذا كان السبب بتاعي اكسترا هيباتيك ولا انترا هيباتيك اوبستراكتيف جونز؟ هنعمل جامب كده للانفستيجيشن، بنعمل الترا ساوند. لو كان السبب بتاعي اكسترا هيباتيك اوبستراكشن يعني في ستيزس هنا، هذا الستيزس، هذا الستيزس يعمل انترا هيباتيك فيلير راديكس دايلاتيشن. على فكرة منطقية، هو أنا لما أكون قافل هنا يبقى كل اللي هنا إيه؟ ضيقت المشكلة ولا لأ؟ مفهومة؟ الحتة التانية لما يكون انترا هيباتيك أصلا أنا مفطس مين؟ أنا ضاغط على مين؟ فبالتالي هتبقى اتنويتد أور أوبليتريتد. يعني ببساطة أنا بتجي لي حالة أوبليتريتد جونتس باجي أعمل له سونار، أنا أعمل له أو حتى دكتور أشعة بيعمل له سونار، بقول له ركز لي على البنيال راديكس بالضبط الأشعة، لو كانت واسعة يبقى ده إكسترا، لو كانت اصلا مقفوله ومضغوط عليها وضيقه يبقى دوت ها انترا هيباتيك، يبقى لازم نفرق الاثنين ببعض. كانوا زمان بيعملوا فكره فاشله جدا، ما حدش بيعملها دلوقتي خالص. كانوا يدوله كورتيزول، يدوله قحطانه كورتيزول، لو خف يبقى انترا هيباتيك. على اساس ايه؟ ان الكورتيزول بيقلل السويلنج اللي حاصل في هذه الهيباتوسايتس، يبدا يصغرها. فبالتالي البايل يبدا يمشي والبلوروبين يمشي والعين يبدا يتحسن، محدش طبعا دي حاجه اوكسيد ناو، محدش بيعملها بالمره يعني. الفكره الثانيه في الاوبستراكتيف جوندس هو الزياده في الكونجيوجيتد، واصلا ده تقيل قوي، يعني هو كماده تقيله، ها لونها غامق جدا، يعني اصفر غامق قوي، قالوا عليه اوليف جرين، فلون الاسكيلير هيبقى ايه؟ ها اوليف جرين. يتميز ان انا عندي زياده في البايل سولت، ودي ليها كلينيكال بيكتشر ثلاث حاجات، ها يعني على مستوى القلب يعمل ساينس برادي، على مستوى الجلد يعمل بروريتس، وعلى مستوى اليورين هيبقى بروسيس. البايل سولت مسؤول عن الابزوربشن اوف فات. طب انا دلوقتي لما تكون البايل مش عارفه تنزل يبقى انا عندي استياز ورين في نفس الوقت. يا اولاد في نفس الوقت، في نفس الوقت هو البايل بتخلصني من الكوليسترول الزياده، فانا مش عارف اخلص منه، بيحصل هايبر كوليسترولينيا وتعمل لي زنسوما وزنساز، ما تلاقي بقى في حتت كده دهون كده حوالين العين بالذات على فكره. الفكره في الاستياتوريه يتحرق الفات خليه يخس، لكن في مشكله اسمها فات سوليبل فيتامينز، اشهرهم الفيتامين كي والفيتامين، لما يحصل مال ابزوربشن الفيتامين كي يحصل بريننج، بريننج ايكيموزس وبريننج ديس اوردر. بس هذا المريض لما تجيله بارنترال فيتامين كي، بارنترال بارنترال بارنترال، وانا كده بباصل ايه؟ ها مساله الابزوربشن، ها اللي عنده فيتامين دي لفتره طويله يحصل له اوستيوم ماليشيا، يبقى اذا في كلينيكال بيكشر، كلينيكال بيكشر زياده للناس اللي عندهم اوبستراكتيف جوندس لازم تتقال. اللي عنده كرونيك هيموليسز ممكن ويذن تايم يحصل له اوبستراكتيف جوندس. اللي عنده كرونيك هيموليسز مع الوقت، هو اللي عنده كرونيك هيموليسز مش الليفر زود الاكشن؟ من ضمن الاكشن اللي بيزوده ان هو بيعمل اكسكريشن لبايلو كوليسينو زياده، فلما يجمعوا هنا زياده يعملوا ها ستونز ملونه، تيجي في يوم من الايام واحده منهم ترشق هنا تؤدي الى اوبستراكتيف جونز. عشان كده كان في سؤال، هو الكلر اوف يورين عامل ايه مع الهيموليتيك جونز؟ ها؟ نورمال الا في ثلاث احوال. اون ستاندنج لان اليورو زياده، هو اليورو بالجن اون ستاندنج بيبدا يبقى لونه غامق. لو حصل انترا فاسكولار هيموليسيس لان بيحصل هيموجلوبينيميا وهيموجلوبينوريا. والاحتمال الثالث لو الهيموليتيك ادى الى ها اوبستراكتيف، وده سؤال قلنا مشهور جدا، وعلى فكره بطن واطفال ده مهم وقلناه كذا مره بقى، خلاص؟ لبوني بس الدنيا وانا هسال وانتم عايز اجابات، اجابات صاروخيه، عايز اجابات بسرعه 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 بسرعه. ها اللي عنده اوبستراكتيف جونز السكريره ده بسرعه اول جرين، ها الكار اوف يورين والكار اوف ستول توتال بيلروبين دايركت بيلروبين
اندايركت بالروبن. اندايركت بالروبن نورمال او جلاندوس قدير جدا. عالي جدا مش عالي بس عالي جدا. الليفر فانكشن ايرلي نورمال ليتر اون ليتر اون ليتر اون افكتد. ها السيركو باليوجن ان ستول ها والسيركو باليوجن ان يورين هيبقى قليل. يبقى كده دي قصه الاوبستراكتيف اسبابه اكسترا هو انترا هيباتيك وتقسمها وتتكلم الكلينيكال بيكشر هنزود فيها الحاجات الزياده دي. ده حاجه اسمها اوبستراكتيف. في مشكله هباتو سيلر الليفر مش شغال عندي خلل في الافيق والكونجيجيشن والاكسكريشن وكما تعلمون اصعب وظيفه على الليفر الاكسكريشن. طيب التكسير بتاع كرات الدم الحمراء عادي الهيم عادي البليفيردن عادي الهيموجلوبين بدا يعلى لان الليفر مش عارف يعمل له افيق كله فاصبح عندي زياده في الاندايركت لان في جزء مش عارف يعمل له افيق اللي عمل له افيق جزء عمل له كونجيجيشن وجزء مش عارف الجزء اللي مش عارف يعمل له كونجيجيشن انضم للاندايركت الجزء اللي عمل له كونجيوجيشن عشان يعمل له اكسكريشن عرف يعمل له جزء وجزء كبير ما عرفش. بما انه ما عرفش يعمل له جزء كبير اكسكريشن اصبح عندي زياده كمان في الدايركت. فانا عندي اول سؤال اللي عنده هيباتو سيلر عنده زياده في الدايركت ولا في الاندايركت؟ الاثنين. ده بنسميها بايفيزيك هايبر بالروبينيميا. بس مين اكتر؟ مين؟ هذا الكلام؟ طبعا دايركت لان اصعب وظيفه على الليفر. طب ودي هتوضح لي الكلينيكال بيكتشر لما يكون الدايركت مش عارف يحصل له اكسكريشن فبالتالي مش عارف ينزل مع الستول هيبقى الكلر اوف ستول الستيركو هيبقى قليل فالكلر اوف ستول هيبقى بيل بس مش بيل قوي زي بتاع الاوبستراكتيف صح ولا لا؟ صح؟ في نفس الوقت مش ده دايركت يرجع للسيستميك سيركيوليشن وينزل في اليورين يخلي اليورين يبين غامق يبقى انا عندي دارك يورين بس مش دارك قوي زي بتاع يعني كان الهيباتو سيلر هو قالب شويه على مين؟ على اوبستراكتيف اصعب وظيفه هي مساله الايه؟ هي مساله الاكسكيوشن واظن الكلام واضح. التكه اللولبيه في هذا الموضوع. هذا الاستيركو هو مش عارف يعمل اكسكيوشن للدايركت فالاستيركو اصلا نسبته فين؟ قليله. النسبه القليله دي جزء منها هيحصل له ري ابزورشن يروح للليفر الليفر يقول له نعم هو انا كنت عارف اعمل ابيك من الاول لما اعمل ابيك تاني يشفته كله على مين؟ على اصبح اليورينري يورو بايلوجين عالي نسبه التناسب عالي يبقى الاستيركو في الاستون قليل واليورو بايلوجين في اليورين هيبقى عالي ودي على فكره اللي عامله لنا دايما ايه؟ دي اللي عامله دايما مشكله. اللي عنده هيباتو سيلر ما سببه كل اسباب الليفر سيل فيلر هترص اسباب السيروزس ليفر سيل فيلر زي ما كتب رص الاسباب كلها. الكلينيكال بيشر ده الكلينيكال بيشر في ليفر سيل فيلر معانا. مش فاكرين لما قلنا المانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلر كان اربعه اف وثلاثه مهمين وكلمه سيبك الثلاثه المهمين كانت اول واحده قلت لكم كلمه في الكلينيكال قلت ايه؟ لو قال لك العين ده عنده ليفر سيل فيلر ولا ايه على ايه؟ شوف في جوندس ولا لو في جوندس في ليفر سيل فيلر في جوندس ما فيش ليفر سيل فيلر يعني الاساس هو كلمه بس مش هيجي لي الليفر سيل فيلر بجوندس بس هتلاقي الاذر مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلر. حلو الكلام؟ هسال وترد عليا. ها لون السكليرا ايه مع الهيباتو سيلر؟ ميكس اسمها اورانجيرو اورانجيرو بين الاثنين. ها الكلر اوف يورين؟ دارك بس مش قوي. هو الكلر اوف ستون؟ كتير بس مش قوي. التوتال بالروبن؟ عالي. دايركت بالروبن؟ عالي. اندايركت بالروبن؟ مين اعلى؟ ليفر فانكشن افكتد. عندي حاجه في الليفر فانكشن، عندي مشكله في الليفر فانكشن مش كده؟ الاستيركو بيولوجين في الستول لكن اليورو بيولوجين في اليورين عادي ودي كلمه طبعا الغريبه شويه. قشطه؟ قشطه ولا ايه؟ طيب كل الكلام ده كلام معادي حتى معترض عليه؟ هنبقى نتناقش شويه حاجات كده مع بعض بالراحه بقى كده شويه. لما احب اعمل انفستيجيشنز لناس عندهم جوندس ده قال لي من اول عنوان اسمه انفستيجيشنز. لما احب اعمل انفستيجيشنز هعمل لاب هعمل حاجات لابوراتوري انتوا عارفينها احسن مني. هعمل حاجات ايمج مش عارفين عنها اي حاجه واعمل حاجات انسترومنتال او انترفنشن دي اللي عايزين نتناقش فيها كويس. اولا تعالى نعمل لاب. ها بصوا انا هتكلم وخلاص بقى هعمل التوتال في الروم هعمل الدايركت واعمل الاندايركت اعمل الاستيركو في الستول. الله يبارك لكم ركزوا عشان انتوا بتذاكروا بعدين بيغمى عليكم. الاستيركو في الستول مش في الدم واليوروبيولوجي في اليورين مش في الدم عشان ما نقعدش ايه نتجنن. ها الاستيركو بدور عليه فين بس؟ في الستول واليورو بدور عليه بس خلاص عشان بس ما تتوهش يعني واعمل الكالين فوسفاتيز وليفر فانكشن. تعرف تفرق الانواع عن طريق هذه الاشياء؟ طبعا
باختصار عندي زياده في الدايركت بس ده اوبستراكتيف، فالدايركت بس ده هيموليتك، فالاثنين ده هيبقى تسيلر. صح ولا لا؟ يعني انا عن طريق اللاب بعرف افرق بينهم. خلصت؟ خلصت. هل الليفر فانكشن بتساعدني؟ طبعا انا لما يكون عندي هايبو البومينيا وعندي البروثرومبين تايم بتاعي برولونجد ها والبلوريزم عادي، هل الليفر سيل فيلير؟ مش كده ولا ايه؟ يعني انا بسهوله بفرق حتى عن طريق الليفر فانكشن، ودي محدش يغلط فيها، اللاب انا مش قلقان منه. تعالى للايمج. ايه رايك لما نعمل الترا ساوند او سي تي على الابدومين؟ الالترا ساوند لو كان عندي كورونيك هيموليسيس هيموليتيك جوندس هلاقي هيباتوس بينو ميجالي، الا لو كانت سيكل سيل هلاقي هيباتو ميجالي ودوز، لان السيكل بيحصل معاها اوتوز مينك. شاطرين فاكرين ولا لا؟ مفهومه؟ الحته الثانيه لو كان المريض عنده اوبستراكتيف جوندس الالترا ساوند بتعظيم سنس هتفرق لي هو انترا هيباتيك ولا؟ والالترا ساوند حلوه في حاجه ثانيه، لو في بيليار ستون هتجيبها، والسي تي ممتاز، لو في كانسر هيدوب مانكرياس هيجيبها. فاهمني ولا لا؟ طيب لو كانت المرض بتاعي هيباتو سيلر تعظيم سلام الالترا ساوند لانها هتجيب لي السيروزس، لو في بورتال هايبرتنشن وزبينو ميجال هيبان معانا. يبقى لا غنى عن كلمه اسمها الترا ساوند، والبديل طبعا السي تي. الترا ساوند الحاجه السهله بتعمل في ثواني، السي تي بيحتاج تحضيرات او ياخد وقت مننا شويه. سهله؟ يعملوا حاجه اسمها يعملوا بلين اكس راي. والله البلين اكس راي فقيره قوي، لكن اقول لكم حاجه، هو دايما الكالسيفيكيشن بيبان في تعفين العظمه بتاعتنا فيها كالسيوم. اي حد مننا عمل اشعه قبل كده الكالسيوم يبان لونه ايه؟ ابيض. فانا لو عندي بص لو عندي الجول بلادر فيها حصوات، الحصوه دي ساعات يبقى داخل في تركيبها كالسيوم، فتلاقي لونها تبقى راديو اوبيك، راديو اوبيك تبان. لو حد حصل له كالسيفيك بنكرياتايتس، يعني البنكرياس حصل عليه كالسيفيكيشن، هيبان برضه في الايه؟ في البلين اكس راي، بس بصراحه مش فارق قوي. مش فارق قوي. في كلام قديم شويتين. كانوا بيعملوا حاجه اسمها باريوم سول وباريوم ميد. باريوم سول يعني ايه؟ بدي العين باريوم، الباريوم ده بيبقى حبيبات كده بطعم الشوكليت او الاورنج او المانجو على حسب اللي انت عايزه يعني. عباره حاطط كده في معلقه، هو موجود زي كيس، زي كيس القهوه كده، وبعدين تاخد منه معلقه تحطها على ميه وتدورها، لازم يديه طعم عشان تعرف تبلعها. العين هو بيبلع، هوريلكم ان شاء الله في الاشعاعات، هو بيبلع اثناء البلع تقول برضه ايه صوره. الصوره دي كانت بتصور الاوسوفيجس. لو عنده اوسوفيجيال فاريسز هتلاقي الجزء اللي تحت فيه فيلنج ديفكت. يعني ايه؟ يعني هي الصبغه دي ماده ريدي اوبيك، ها فالصبغه نازله ادي الاوسوفيجس اهو، هتلاقي كله عامل زي لندن نيون كده منور، الا ان في حتت تحت فيها فيلنج ديفكت. ايه اماكن الفيلنج ديفكت دي؟ هذا مكان الاوسوفيجيال فاريسز. فالباريوم الصوره دوره بس في اوسوفيجيال فاريسز، ومحدش بيعمله بعد عصر الاندوسكوب. حلو كده؟ طيب لو احنا كملنا هيدخل في الاستومك، لو دخل في الاستومك يبقى اسمها باريوم ها ميل، وبعدين ابدا اتابعها شويه ينزل على اديودينو. بص بقى في حاجتين هنا، المنظر ده اسمه سي شيب، ده حرف سي. حلو؟ لو انا عندي كانسر هيدو بنكرياس هيروح موسع ليه؟ السي، فيقول لك ايه؟ وايت سي، وايت سي ان كانسر هيدو بنكرياس. انا بقول كلام ملخبط؟ ها؟ انا عملت باريوم ميل نزل في الاستومك وفي الديودينو، بما ان الكانسر هيد هنا هيزق كده ويزق كده، عمل ايه في السي شيب؟ خلاها تبقى واسعه، يبقى انا بشك ان انا عندي مين؟ كانسر. طبعا السي تي جايبهولي من بقى لها اسبوعين، ده كلام هبل زمان يعني. الحاجه الثانيه، مرات يا اولاد بيحصل تيومر في هذا المكان في الحته دي، اسمه بيري حول امبولري تيومر، يعني حوالين الامبول او جدر يحصل تيومر. التيومر ده وتعرفين ان في فتحتين فاتحين هنا، في حتتين فاتحين هنا. التيومر ده يا اولاد يعمل لي كده، ياخد الشكل ده، ياخد الشكل ده، وانا نازل الصبغه تلاقيها اتصبغت هنا 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 وعامله لي المنظر ده، اللي هو شكل اربعه يعني عامل زي اربعه كده. ها بس هم الانجليز ما يعرفوش اربعه. يقول لك ايه؟ يقول لك ريفرس 3. 3؟ ها كانها 3 مالها؟ يبقى ده معناه ان انا عندي ها بيري امبولري تيومر. يبقى اذا الباريوم ميل ممكن تبين لي ايه؟ كانسر هيدو بانكريس يبقى فيه وايت سي، ها او بيري امبولري تيومر بيعمل لي حاجه اسمها ريفرس ها 3 شيفت. لكن ها كده او كده انا عايز اقول لكم ان السي تي اهم، يعني السي تي يجيب لك الحاجات دي من زمان، لكن هم عشان يمشوها ايه خمسه؟ الترا ساوند، سي تي، برين اكس راي،
باريوم صاله وباريوم ميل، يبقى كده خمس حاجات بيبقوا راديولوجي، كل واحده اللي ليها واللي عليها هو الهيموليتيك هيباتوس بيروميجالي. ها الاوبستراكتيف، في ستون، في حصوه، في كانسر هيد، في بري امبولر تيومر، هيبداوا يظهروا معانا كويس قوي. في مشاكل في هذا الكلام؟ الالتراسون البيليار راديكلز انترا هيباتيك بيليار راديكلز دايليتد، يبقى ده من بره، لكن لو مضغوط عليها يبقى ده من جوه. بص يا دكتور الحته اللي جايه انسترومنتال او انترفيشنال، وبصراحه ده الكلام الحلو قوي، عيش بقى كده اللحظه دي مهمه جدا يا ولاد. في منظار ولا اروع من كده، نوع من المناظير اسمه منظار القنوات المراريه والبنكرياسيه، اسمه كده اللي هو اسمه اي ار سي بي، الكلمه اندوسكوبيك ريتروجريد ها كولانجيو ها بنكرياتيكوجرافي. ايه بقى منظار بيدخل من البق ويدخل في الاسوفجس ويدخل على الاستومك ويدخل لغايه سكند بارت اوف يودينا ويجي يقف هنا ويقف عند حاجه اسمها ايه؟ ها امبولا وفاتر. حلو كده؟ عند الامبولا وفاتر في حاجتين فاتحين فيها، مين اللي فاتح هنا؟ ها الكومبايل باست وفاتح. ايه رايك لما يدخل لغايه هنا هو وصل لها؟ وعلى فكره بيوصل لها بسهوله يعني. اول ما وصل هنا راح انسى ولاد. السبب دي راحت ماشيه فين؟ البيليري مشي في الكومبايل باست ومشي في البنكرياس باست. روح مصور. تقول لي يا فرحتي عملنا يعني؟ ازاي بقى يعني؟ لو لقى في حاجه سادة، لو لقى في مشكله هيبدا يجيبها لك. بس هو كده خد بالك، هو كله دخل هنا وحقن صبغه وصور، هو شخص. بس هو الموضوع مش على قد كده بس. يعني مش على قد كده بس. ايه بقى؟ لا الموضوع اعمق من كده. يروح داخل، بص هو دخل وصل لغايه هنا، يروح داخل كده. يلاقي هنا ايه؟ حصوة. يروح داخل بروكتيشن. كذا حصوة يقعد يطلعها. سامع؟ دايجنوست كويس ثيرابيوتيك. لقى البتاعة دي طفل يعني لسه مولود والحتة دي ضيقة. يركب ستنس، عارفين ستنس؟ زي بتاعت القلب. ها يركب ستنس. يركب دعامة. فاهم حاجة ولا لا؟ يبقى الفكرة لقى شوية فاشيولا مشيلهم. أي حاجة في طريقه مشيلها. على فكرة ممكن يقعد لو في فيبروز يقعد يفتحهم. يعني كأنه بيعمل عملية عن طريق إيه؟ هذا القص دي حاجة تحفة. حاجة رائعة. هو المشكلة بس إن هو حاجة انفيزيف، يعني أنا دخلت جوه العيان. هو العيان بياخد بنج ونايم مش دريان بحاجة، بيدخل بالمنظار، هيفضل ماشي يمين لغاية ما يوصل لهذا المكان، عايز يصور، هيصور عشان هو بيصور عشان يشخص يقول فيه إيه. لو هيقدر يعمل حاجة انترفينشنال كعلاج بيعملها في نفس الوقت، مش إيه بقى؟ مش مرة يصور وبعدين يروح العيان وبعدين يجيبه تاني عشان يدخل يعالج، لا ما أنت أون تيبل. الكلام ده سحر يا ولد. سحر إزاي بقى؟ أنا أصلاً أخويا أستاذ مناظير، فهو بيشتغل البتاع الـ RCD ده حاجة حلوة قوي. تلاقيه جاي كده البيت ومروح مثلا بزلطتين ثلاثة كده كل يوم. وتلاقيه عامل مرحب كده الحاجات اللي بيطلعها من العينين. أنت متخيل؟ بجد والله طوبة زلطة حاجات كده. هو بيعمل إيه؟ هو بيدخل على الحتة دي ويقعد ينقي الحاجات اللي سادة. أنا بس عايز أقول لك حاجة، والله العظيم لا أبالغ. يبقى العيان البلروبن بتاعه فوق ال 30 بيشيل البتاع السادة دي أو يركب له ستنت. ها خلال يومين تلاقي البلروبن بتاعه نورمال. إيه رأيك؟ ايه رايك بقى؟ تحفه حاجه يعني من الحاجات اللي هي الايه؟ يعني بجد كده انت بتدخل تشخص وبتعالج في نفس الوقت. حاجه من الحاجات الرائعه جدا، حاجه ممتازه. اي ار سي بي ده اختراع رائع من الحاجات الكويسه جدا التي لها دايجنوستيك وثيرابيوتيك. احنا بنبص لها كمصريين من منظور الحصوه. عشان حصوات المراره عشان انتوا عارفين الستات بقى والبتاع والكلام ده وفاتي ومش عارف ايه وفورتي وبتاكل اي حاجه قدامها والكلام ده، فتلاقي عندها ها الجول بلادر ستون دي كتير جدا. لكن بره يا ولاد في حاجه اسمها كولانجيو كارسينوما تيومر. هنا على فكره التيومر ده ماشي، هو العيان عنده بصدارات الجوندس وحياته ده فيه، وبعدين ده تيومر هو خلصان. بس انا مش هسيبه خلصان، ما انا الحته دي بقت ضيقه ومقفوله، فانا بركب له ايه؟ انا بركب له ستنت. الستنت دي طب انا ثبتت اللي انا ركبت ازاي؟ انا سلكت الدنيا. هو شغل سباكين فاهمني ولا لا؟ هو بيعمل ايه؟ هو عمال يسلك الحته اللي عامله سده، ها عمال يسلكها. دي حاجه رائعه. مشكلة اللي قاس في كلمة واحدة نوع انفيزيف. قال لك طب ما نعمل حاجة نوع انفيزيف. هيبقى ليها دايجنوستيك وليس لها ثيرابيوتيك. اسمها ام ار سي بي ماجنتيك ريزونانس كولانجيو بانكرياتيكوجرافي. ها بنعمل ايه؟ بنحقن ثورة تمشي في القنوات المرية ونصورها بالجاما كاميرا.
هتشخص التايهه، اجيب لك اه ده البيليال راديكلز عامله ايه، ده الكومن بايل دافت فيها ايه، البانكرياتيك دافت فيها ايه، لكن انا عملت ايه بس؟ عملت تشخيص فقط. عشان كده اصبحت دخلت جوه عيان انفيزيف، دخلت جوه جوهر اسود. عارفين عشان انت توصل ان انت تدخل هنا وتدخل تشيل الحاجات دي وتبدا تنظف كده وتركب طعناته والكلام ده، عارفين انت بيحصل ايه؟ انت عشان توصل للمرحله دي انت لازم تشخرم لك قد 500 600 عيان. اظن فاكرين ايه الجهاز؟ اصل احنا مش طيارين يا ولاد، احنا بتوع، اصل الطياره هي الطياره بتنظبط على مقاييس معينه، الكمبيوتر هو بيطير، واخد بالك؟ هو يدوس على مش عارف تيك اوف هتعمل ايه ولاندنج هتعمل ايه وهتمشي لوحدها وهتتحكم كله. احنا مش كده، انت داخل في بني ادم اصلا. انت وانت داخل في الاسوفجس الناس بتخش في الطرفين، دخلت في الاسوفجس الناس تعمل رفشه الاسوفجس. انت بسم الله الرحمن الرحيم اول منظار في حياتك هترفشه الاسوفجس، فاهمني ولا لا؟ ليه بقى الالسس اللي عمال تعملها طول ما انت ماشي؟ ها فاهمني؟ يبقى دي حاجه اسمها انفيزل، فهمت حاجه؟ وبعدين الانفيزل ده انت في مصر يعني ممكن يبقى التعيين اي كلام، يعني هو داخل لك ها عنده شويه اوبستراكتيف جو، بس انت خرجت اوبستراكتيف وهيباتيتس سي كمان، فاهمني ولا لا؟ عرفت يعني ايه انفيزل؟ انا والله مستعجلتوش كفرة، هو اخر كفرة انا عارف، بتوع الدنيا مش هشغل كفرة، ما تخليش تعلمه غلطة، اتعلمه وارس بيه. ايه؟ انت خلاص جلديه؟ ماشي انا هاخد بالي. غيرت رايك ازاي؟ هتعملي ارس بيه خلاص؟ اصلا يجي بقى الار سي بي. طيب الام ار سي بي بقى انا بصور بس من غير، استنى بس، ها انا بصور من غير ايه؟ وغير ما ادخل جوه. طيب يا دكتور ايه اللي بيتعمل؟ انت عايز الشغل الصح ولا شغل السوق؟ في شغل صح وشغل سوق. مستشفى الجامعه اللي اتكلمت مش قد كده، بس عندنا ار سي بي، ندخل نعمل ار سي بي وخلاص، يبقى هو دايجنوستيك و ثيرابيوتيك. طب عايزين نعمل بزنس، احنا نعمل لك الاول ام ار سي بي، وبعدين لو طلع عندك في حاجه ندخل نعمل لك، فاهم حاجه؟ ما يجراش حاجه، لو في امكانيات خلاص اعملها. مرات دي حدش بيعملها خالص. كان وحينه صبغه يجيب الليفر في السونار ويدخل يعمل فيه صبغه. ويصورها وهي نازله. مش انا هحطها في الليفر؟ هيحصل لها اكسكيوشن، فتنزل واقعد اصورها وهي نازله عن طريق مين؟ عن طريق الليفر. ها بس انا دخلت عن طريق الجلد، يبقى اسمها بيرسيوتينيس ترانس هيباتيك ها كولانجيوجرافي. يبقى انا صورت كل حاجه عن طريق مين؟ عن طريق الليفر. دي ما بتتعملش دلوقتي. مرات 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 يدخل وهو بيعمل عمليه ولا حاجه في حاجه اسمها هو بيعمل عمل لابوراتوري، يعني هو بيعمل عمليه لاي حاجه ثانيه، فيبص على الحته دي ممكن يحن صبغه ويبدا يصورها. هيبقى ديورنج لابوراتوري هو بيعمل عمليه، او في حاجه اسمها لابوروسكوب. لابوروسكوب ده من الحاجات الحلوه برضه، اقول لكم بس الفكره بتاعته. في حاجه اسمها منظار البطن. لابوروسكوب بيعمل اربع فتحات، فتحه هنا وهنا وهنا، كل فتحه سنتي ونص 2 سنتي، وبيدخل منظار ويقعد يصور كده يدخل جوه البروتينيه، او يقعد يصور 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 كل حاجه، يقعد يبص على كل حاجه جوه، واخد بالك؟ ده ضمن حاجه طبعا هو انفيزيف برضه. ده بيعملوا بيه دلوقتي، انتوا عارفين زمان يا اولاد هتشوف ناس واحد جاي بالنسبه بطنه بتوجعه، والله العظيم والله انا شفتها كده. بصوا انا لا ابالغ، انا بفتحه كده ويعمل عمليه استكشاف، يقول لك اكسبلوريشن سيرجري. بس لا مش زي زمان بقى، دلوقتي في حاجه اسمها لابروسكوب، يدخل يبص الاول طب هو في ايه؟ ايه اللي عامل له كده؟ ما بقتش الدنيا. ها المهم اللابروسكوب ممكن يستخدم، علمني على كلمه اي ار سي بي وام ار سي بي، لو ما قلتهمش هنا يبقى انت قلت ايه اساسا؟ ها اي ار سي بي وام ار سي بي. طبعا ميزه الاي ار سي بي ان هو دايجنوستيك و ثيرابيوتيك، ماشي؟ هيريديتري جوندس عندنا في الكتاب مكتوب اربع حاجات. بسرعه كده، دوفين جونسون وروتر وجريج لانجار وطبعا جيلبرت. جيلبرت از ذا كومنست. جيلبرت ده ذا كومنست هيريديتري هايبر بلوروبينيميا. وقلنا جيلبرت مشكلته فين؟ انتوا معايا. ها؟ كلها دي بروتين، دول بيكونوا قليلين. ها لما يكونوا قليلين شويه ممكن مع الفاستنج مع التعب الشديد ولا حاجه، ها يبقى عددهم قليل فيبدا يحصل له زياده في الاندايركت بلوروبين. لكن قلنا ميزه حلوه قوي في الجيلبرت. ها؟ جيلبرت doesn't affect expectancy of life. ها جيلبرت حاجة حلوة، جيلبرت مش هيموت، جيلبرت ها ما عنديش منه أي مشكلة. الكلمة الثانية جريجلر نجار، احنا قلنا انزيم اسمه ايه؟
والبرنامج ترانزيت فيري. هل لو كان مش موجود طيب؟ وهل لو كان موجود شويه يبقى اسمه تايب 2. دكتور جونسون في حاجتين مش عارف يعمل اكسيتيشن الباي بيجمنت فبالتالي في جونس. وخدوا عينه من الليفر لقوا الليفر دارك. دارك ليه؟ في ديبوزيشن للاند برودكت بتاعت الكاتي كولامين. كاتي كولامين ميتابولايتس مترسبه على الليفر فاصبح دارك ليفر. روتر عنده مشكله واحده بس اللي هو مش عارف يعمل ها اكسكريشن للبايل بيجمنت. عايزين نزود كلمتين اللي ما زودش بقى. ها كلمه هيريديتري هزود عليها حاجتين. ها هيريديتري هيموليتيك انيميا. ها هي معظم الناس مزوده شاطرين. كل اللي مزود ده انسان محترم. وهيريديتري سيروزس طبعا اللي مش مزود هو عارف هو ايه. ها يبقى في حاجه اسمها ايه؟ هيريديتري هيموليتيك انيميا وهيريديتري سيروزس اللي هم البرايمري هيموكروماتوزس والويلسونز ديزيز و الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنس. خلاص؟ برضو اللي عايز يكتب هنا الحته دي عايز نملها لكم كلكم. هنكتب تايبس اوف جونس تاخد لي ثلاث اسهم. ها اللي معاك تاني ها بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك. كاتبينها؟ طيب بري هيباتيك حاجتين اللي هو الهيموليتيك والجيلبرت. والهيباتيك حاجتين الهيباتو سيلولر والانترا هيباتيك اوبستراكتيف جونس. والبوست هيباتيك حاجة واحدة. اللي هو ها؟ اكسترا هيباتيك اوبستراكتيف جونس. خلاص؟ نيجي بقى الحتة المهمة. ده سؤال في سؤال دايما في ممكن جه نظري كتير قبل كده اسمه دايجنوستيك ابروتش اوف كيس اوف جونس. دايجنوستيك ابروتش فور جونس. الدايجنوستيك ابروتش ده حتة عايزين نشرحها. عشان يجي لك عين عنده جونس وتعمل ديفرنشال دايجنوستيك بين الانواع وتشخص الحاله فيها ايه. على فكره من الحاجات الحلوه جدا 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 اللي مكتوبه في الدايجنوستيك ابروتش في كل الكتب هي كلمه جونس. انت ازاي توصل للحاله؟ ودايما لو جالك دايجنوستيك ابروتش بتاع حاجه امشي كده. دي الطريقه المتبعه. اي دايجنوستيك ابروتش دكاتره فيه انا هعمل ايه؟ هعمل هيستوري. هعمل جنرال اكزامينيشن لو هيفيدني بحاجه. هعمل لوكال هنتكلم ابدومين لوكال ابدومينال اكزامينيشن وهعمل انفستيجيشن. والهيستوري الخمس حاجات الكبار هم هي الكلمات. يلا حاجه حاجه انا هسال وعايز اجابات. ماشي يلا. هعمل هيستوري بيرسونال هيستوري. هل سن المريض فارق معايا؟ طيب لو قلنا جونس في سن صغير ممكن ادريزي ها؟ ممكن فايرال ها؟ عارفين في اول سنيونيتا الجونس حاجه اسمها فيسيولوجيكال. طب عند ست شهور كانوا جونس وبالغ 30 طيب 5 6 10 سنين ده فيرال هيباتايتس. ميدل ايج برضه فيرال هيباتايتس 40 سنه بتاع الفيليا ريسبونس 70 سنه مالينسي كانسر هيدو بانكريس. طيب ميل ولا فيميل فرق؟ طبعا الفيليا ريسبونس اكتر فين؟ الفيميل. والكانسر هيدو بانكريس اكتر فين؟ الميل. الهابت مهمه بيشرب كحوليات فرق؟ ليه؟ عشان الكوليك سيلوز يعمل هيباتو سيلوز ده بيرسونال هيستوري. شكوى المريض هو يلو ديستلاريشن اوف ذا سكين اند ميوكاس ميمبرين اللي هو الديفينيشن بتاع جونس. الهيستوري اوف ريتد ايلنس اونس كورس ديوريشن انوريكسيا نوزيا فوميتنج ويت لوس وشويه حاجات بحرف البي بول وبراز وبين وبروريتس وبايريكسيا وبليدنج. حاجه حاجه عايز اجابات صاروخيه. اقروا الكتب. عندي جونس قلنا الكلام ده في العملي اكيوت اونس ريجريسيف كورس فيرال هيباتايتس اكيوت اونست انترميتنت كورس. ها غالبا غالبا كالكولر. ها جراديوال اونست بروجريسيف كورس خلال شهرين مالينسي جراديوال اونست بروجريسيف كورس خلال سنتين. ها ده سيروزس مش كده ولا لا؟ وخدنا هنا عنوان اسمه ريكارنت جوندس انترميتنت جوندس ريكارنت جوندس انترميتنت جوندس. قلنا لما يقعد يتكرر كتير او قلنا ده سؤال ممكن يتسال علم عليه مكتوب قدامك اللي هو ريكارنت جوندس إذا كان كالكولر إذا كان عنده بري امبولاري تيومر أو إذا كان عنده كرونيك اكتيف هيباتايتس أو هيموليتيك كرايسيس أو إذا كان ويز بريجنس يعني ليها أسباب كتيرة تبقى عارف شوية منها. الكلمة الثانية هل الكالر أوف يورين وستول مهم في أي حد عنده جوندس؟ يا نهار أبيض. يا نهار أبيض ولا إيه؟ مهمة جدا مهمة جدا مش كده وتفرق بينهم بقى. طيب هل البرايتس مهمة؟ أطمع فيكم شوية؟ أطمع فيكم شوية؟ هو اللي بيحصل بروبايتس مع الاوبستراكتس. شالفايت بتعمل اريفيشن. وايه كمان؟
عشان البايبر خلصنا من اندورفين 1 انت ما بروستا جلاند دي بتعمل استيميليشن لحاجه اسمها اوبيويد ريسبتورز فمرتين حاسينه معانا ناتروكسون او نالوكسون تمام طيب معايا بايركسيا جوندس وفيفر ده سؤال جوندس وفيفر ثلاث حاجات هيموليتك هيباتوسيلر وفاستراكتف هيموليتك اي اكسسيف هيموليسيس ملاريا ان كومباتون بلاد ترانسفيوجن هيموليتك كرايسيس قرص التعبان اي حاجه هيباتوسيلر هو مريض الليفر سيل فيلر عنده جوندس عنده فيفر عشان حاجتين توكسيميا وبكتيريميا والفايروس اللي بتطلع من الهيباتوسايت مش كده ولا ايه؟ طب وفاستراكتف شاركوس لما تكون الكومبايل بات مقفوله البايب والبلروبن قاعدين فيها فيجي استجنيشن يجي انفكشن من تحت لفوق اسمه ايه؟ اسندنج ها كولانجيو هيباتيتس اسندنج كولانجيو هيباتيتس يعني يجي لي ثلاث حاجات فيفر وجوندس ورايجول فيفر وجوندس ورايجول على بعض اسمهم ايه؟ اسمهم شاركوس ترايت فاكرين ولا بخرف انا؟ طيب ردوا عليا سوري اسندنج كولانجيو هيباتيتس في اوبستراكشن في استجنيشن اي استجنيشن في المنهج يحصل عليه انفكشن بس. بليدنج اوبستراكتيف جوندس اصلحه عن طريق البارنترال فيتامين كي اما لو كان هيباتو سيلر ولا لو اديته فيتامين كي لغايه السنه الجايه مش هيعمل حاجه. ماشي يا ولاد؟ بوني بين ها مع الاوستيوماليشيا فيتامين دي او ممكن يحصل جنراليز بوني بين مع الهيموليتيك كرايسيس. بينفول جوندس ممكن ايبجاستريك بين ممكن بيليري كوليك على حسب السبب بتاعنا. دكاتره الناس اللي عندهم اي ابدومينال بين يبقى عندهم انوركسيا ونوزيا وفوميتين. لو لقيت العين عنده كاشيكسيا ويت لوس رهيب جدا فقط في مالجنسي يبقى دي كلمات مهمه وانت بتعمل هيستوري وبريزنت انس. اسال في الباست هيستوري اذا كان الموضوع بيتكرر ما احنا قلنا البيليري كوليك دايما بيبقى البيليري ستون متكرره. اسال في الهيستوري اذا كان بياخد ادويه مش في ادويه بتاثر على الليفر ولما تاثر على الليفر تؤدي الى جوندس اسال عن الهيستوري اسال عن الهيستوري اوف هيباتايتس اسال عن الفاميلي هيستوري وفي حاجه اسمها هيريديتري جوندس ست حاجات يبقى انت كده ماشي بالترتيب كلمه اسمها هيستوري في مشكله؟ والكلام ده اتقال ولا لا؟ مش كده؟ طيب اعمل له جنرال اكزامينشن داخل عليك واحد عنده انا بقول بص الفزوره كده داخل عليك واحد عنده ديب جوندس وكشكتك وراجل وزنه كبير خمسه هدوء مجلس حتى اشعره مخر صح ولا لا؟ يعني شكل المريض فرق معايا طب بص يا ولاد دخل عندي واد عنده مونجولويد فيس وكده فحصه هيباتوس بينومين فبسيتي هيموليتك دخل واحد عنده اسايتس قد كده وعنده جوندس وعنده بالمر اللي فيه ماوس بايدر نيفاي داخل واحد عنده جوندس عمال يخش عمال يخش عمال يعني الحاجات اللي معاه ها الحاجات اللي معاه انا بفرق اذا كان هيموليتك ولا اذا كان هيباتوس سيلر ولا اذا كان هذا الاوبستراكتيف الحته اللي جايه حلوه قوي نفحص الابدومين ليفر سكرين جول بلادر ودي جديده دي جديده واسايتس نبحث الليفر لو كان هيموليتك كام؟ طيب هيباتوس بينو ميجري الا السكر بس سؤال الليفر كبر هل في باثولوجي؟ هو كبر عشان ايه؟ خلاص هيبقى راوند بوردر وسوفت كونسيستنس موافقين ولا لا؟ طيب لو كان اوبستراكتيف ما عنديش حاجه في الليفر الا لو حصل بيليري سيروزس هيبقى شرانكد وسيروتك يعني شارب وفيرم يلا اللي جاي انتوا عارفينها امال لو كان ليفر سيل فيلير هيباتو سيلر هيبقى شرانكد مش عارف احسه او يبقى حتى هو الاول انلارج بعد كده يبقى يظهر بس اللي عايز اقوله هيبقى فيرم انكونسستنسي ها وهيبقى شارب فيلر فممكن اجيبه عن طريق الطرق الاخرى هوكينج ولا حاجه صح ولا لا؟ يبقى شكل الليفر فرق في الجوندس فارق ممكن مع الاكل لا مش هحسه بقى اجيب اللايف بركشن او بسمعها مش احنا في طرق ثانيه للفحص ها فانا مش عارف احسه كويس يعني طيب الاسبرين ها جوندس ومعانا اسبرين الهيموليتك صح وحتى الهيباتو سيلر مش بيحصل سيروز سبورت لايف بركشن مش كده ولا ايه؟ فالاسبرين من الحاجات اللي انا هدور عليها طبعا مهمه طب استنى بقى دي جديده الحته اللي جايه دي جديده دلوقتي الجول بلادر ممكن الجول بلادر تبقى كبيرة محسوسة وما بتوجعش وممكن تبقى صغيرة وتندر بتوجع كبيرة وما بتوجعش مع الكانسر لو في كارسينوما وحصل ستيزس وهي كبرت كبرت كبرت
بص يا اولاد، الماليجنسي ما بيوجعش، ويا ريته كان بيوجع من الاول، هو بيوجع بعدين. يا ريت انت عارف، هو كل ما تشخص المالجنسي بدري كل ما يكون افضل. هو بيبدا اول حاجه خبيثه ما بتوجعش، ما بيخرجش فيها، لكن البدر تلاقي حجمها ايه؟ حجم كبير، يبقى هي كبرت ما بتوجعش، ده مالجنسي. اللي عنده بقى كرونيك كوليسيستيتس، بقى فيها فايبروزس، فحجمها بيه ايه؟ بس تدوس على مكانها تلاقيها بتوجع، يبقى صغيره وبتوجع. واحد فرنساوي وصف الموضوع ده، ها سماها الكلمه دي اسمها كورفازوار لو، واسمه كورفازوار، واخد بالك؟ بس هي مكتوبه ايه؟ كورفازوار. قال ايه بقى عم لو؟ قال لك، قال ايه يا عم كورفازوار؟ قال ايه في القانون بتاعه يعني؟ قال ايه يعني؟ قال ايه؟ قال ايه؟ قال لك كبيره وما بتوجعش، وفي صغيره وبتوجع. انا حاسسها بس ما بتوجعش، ده مالجنس. انا مش حاسسها بس مكانها بيوجع. يعني بدأ كورونيك كوليسيستيتس، دي كلمه اسمها كورفازوار لو، خلاص؟ ندور على سايتس، دور على سايتس، ممكن يكون ايفيدنس اوف ليفر سيل فيلير، ممكن ليك من البايل ولا حاجه. نعمل انفستيجيشن، قولوا لي خمسه انفستيجيشن سلاب بالروبن توتال ودايركت، ها على القناه البوستاديه، ستيريكوم والستول ويورو في البتاع وليفر فانكشن، صح ولا لا؟ يبقى دول خمسه لاب. قولوا لي خمسه ايمج، الترا ساوند، سي سي، برين اكس راي، اطايا مسؤول وبرهن. قولوا لي خمسه انسترومنتال اللي هم انترفينشن، اي ار سي دي واي ار سي دي، اور اندوس، ممكن اللي هو البيرتيوتينيوس رام زي باتيك كولانجو ده ما بيتعملش، او اللابوراتوري او اللابوروسكوب اللي احنا قلنا لسه كانفستيجيشن. صعبه ولا صعبه؟ في مشكله في الجوندس؟ ماشي؟ ها بعد الجوندس ايه؟ قال لك ليفر اسس، سؤال ومساله، سؤال ومساله. ها برضه على فكره ده مش دروس الجراحه اصلا يعني. يعني الاميريك ليفر ابسس ده درس الجراحه ديون. الفكره ببساطه، احنا عندنا حاجه اسمها انتابيلا هيستواتيكا موجوده في الكولون. اكتر مكان عدى فيه في الكولون عدى في السيكم، وعدى في حتت ثانيه في الاسندنج وفي الترانزفيرس وفي الاسندنج، عدى في كل مكان. لكن اكتر مكان دايما ليها بيبقى مين؟ بتبقى عدى في السيكم، حلو كده؟ ده الترانزفيرس اهو. بعد كده في الديسندنج ثم السيلبويد وهيبتون. المهم اكتر مكان قاعده فيه هنا، لكن ممكن تقعد في اي حته. اكتر مكان ليها هو السيكم، حلو؟ في حاجه اسمها ستريمنج افكت اوف بورتال سيركيليشن. يعني ايه؟ كل حته في الانتستن ليها مكان محدد في الليفر بيحصل له فيه درينج. كويس؟ السيكم ده بيعمل درين للجزء ده. فده اول سؤال بنتساله. اشهر مكان يحصل فيه اميريك ليفر اسيز هو الابر بارت اوف رايت لوب. اشمعنى؟ ليه؟ عشان البورتال سيركيوليشن لها ستريمنج افكت. يعني ايه ستريمنج افكت؟ يعني الدم ماشي ان لايرز، اللايرز كده جنب بعضها. فسبحان الله الدم اللي جاي من السيكم بيتجه لفين؟ للابر بارت اوف رايت لوب. بما ان اكثر مكان فيه انتابيبا هيستوريك هو السيكم، فاكثر مكان يحصل فيه ليفر ابسس هو ايه؟ هو في حته كده في الباثولوجي مكتوب ايه؟ يوجوالي سوليتري، يعني هي حاجه واحده، وبريزنت ان ذا ابر بارت اوف رايت لوب، هنكتب جنبها ديو تو ستريمنج افكت اوف بوستر سيركيوليشن. ديو تو ستريمنج، ستريمنج افكت ماشي ان لايرز خريطه، ها ستريمنج افكت اوف بوستر سيركيوليشن. بس ده ما يمنعش دكتور جيف ريزون علم ممكن الاميريك ليفر ابسس يحصل في اي مكان. تقول لي ما هي برضه الانتاجيبه ممكن تكون موجوده فين؟ في اي مكان، لكن احنا بنقول الاكثر، يعني هو اكثر مكان بيكون هنا، لكن ما يمنعش ابدا انها ممكن تبقى موجوده في اي حته. الكوست اوف اورجانيزم انتاجيبه هيستولوجيكا قاعده في الكولون خاصه في السيكم. المرض مع كل الاسف والالم اكثر في الرجاله. بيكون دايما هم اللي بياكلوا بره، عندهم انفكشن كتير، اي كولاي كتير. سوري انتابيبا هيستوريكا، على فكره انتابيبا هيستوريكا دي موجوده في معظم المصريين يعني. حاجه عاديه جدا، مش قصه يعني. الباثولوجي دايما يكون سوليتري، هو ابسس واحد. في النوادر يبقى مالتيبل. يقول لك الابسس هو كده يبقى الريجولار سيرفيس، يقول لك شاجي، شاجي اللي هو ايه؟ يعني متحتك كده من بره. يبقى جواه شوكليت ماتيريال ونكروتيك تيشو اللي قلنا عليها زمان الشوكليت، فاكرين؟ قلناها في حته كده بس وقتها يعني. او قلنا ايه؟ اللي هو الهيموكسيس، لو عندي اميبيك لونج ابسس، او لو انا سحبت عينه منها
هلاقيها اللي هي الشوكليت اللي هي عامله لونها بني كده سايح، اقول له عليها انشوفي صوص، ها صوص الانشوبه، تلاقي برضه لونه بني كده سايح، ها او لون لون صوص يعني حاجه زي الشوربه كده كانها لونها بني. المهم ده كباثولوجي ايه؟ صوص الشوكولاته؟ خلاص صوص بتاع الشوكولاته. تقول لي ساعتها. بص يا ولاد هنبدا بقى الكلام اللي في الاول ده هبقى يعني الباثولوجي، لكن تعالى بقى الحته المهمه كومبليكيشنز. كومبليكيشنز ممكن يحصل له سبريد. سبريد لفين؟ هنا في دايفرام يجي هنا ويعمل لي صف ريليك ابسنت. ممكن ينتشر للبلورا يعمل بلوريس يوفر الافيوجن. يدخل جوه اللنج يعمل اميبك لنج ابسنت. ممكن يروح للبريكارديوم يعمل بريكاردايتس وبريكارديوم افيوجن. ممكن يفتح لي على البروتينيوم يعمل بروتينايتس. ممكن يفتح على السكين بره يعمل ساينس. يلا تاني السبريد بتاعه فين؟ ست. السبريد بتاعه ست ها؟ صف رينك يطلع فوق على البلورا يخترق البلورا يدخل على اللنج يجي فين في اللنج؟ يجي فين في اللنج؟ يجي في البيز اوف رايت لنج. اشمعنى؟ عشان هي اقرب مكان للابر بارت اوف رايت لون مفهوم؟ ممكن يدخل على البريكارديا ما يدورش، ممكن يدخل على البروتينيوم، ممكن يفتح لبره يعمل لي ايه؟ ساينس. اشتغل ايه؟ مفهوم؟ طيب الكومبليكيشن غير السبريد ممكن يبقى كرونيك، يعني لو ما اتعالجش بقى كرونيك اميبيك ابسس. نمره ثلاثه ودي حاجه رخمه جدا، يحصل له ميتاستاسيس، يعني الميكروب ده قاعد تلاقيه راح في البرين، عمل لي برين ابسس، يعمل ابسس في مكان ثاني. فاهم ولا لا؟ نفس الانتاميب هي هي. الكومبليكيشن الرابعه ان هو يحصل عليه سكندري بكتيريا انفكشن ويعمل بايوجينيك ابسس. البايوجينيك ابسس يعني ستاف. ستاف يعني ميكروب رخم. ستاف يعني رخامه. طبعا الاميبيك ابسس ده ولا حاجه، ولا تعرفين بيتعالج بايه؟ فلاجيل. اي كلام، لكن الاستاف في ميرسا وفيرسا وهبل، مش كده ولا لا؟ يعني عشان تعالجه صعب جدا، ها فدايما البايوجينيك هيبقى اخطر. في اربع كومبليكيشنز الاميبيك ابسس. سبريد وده لوحده ست حاجات، ها؟ ثم كورونيستي يبعت سكندريز او ميتاستاس في اماكن اخرى، ها واخيرا طبعا يحصل فيه سكندري انفكشن. البريزنتيشن بتاعته سيمبتومز وساينز. سيمبتومز ممكن بريزنتد بالكومبليكيشن، ممكن من 5 ل 10% اصلا يجي لك في كومبليكيشن. عنده شويه توكسيك مانيفستيشنز خفيفه، فاهم؟ ومعاه ابدومينال بين. هنقف وقفه مع كلمه ابدومينال بين. ها هو عنده اميبك ليفر ابسس، البين هيبقى فين في الابدومين؟ ها في رايت هايبوكوندريك. ياخد شكل ايه؟ ثلاث انواع من البين ممكن يحصلوا وانتم شاطرين وهتفهموني. لو هو ابسس كبير شويه وعمل ستريتش للكبسول نعمل دار ايتنج. انا بكلم سيمبتومز، يقول لك انا عندي ثقل هنا. كويس؟ طيب ايه رايك ان هو عنده افكشن، عنده ابسس هنا، مش ممكن يعمل افكشن للكبسول يعمل فيه شويه انفلاميشن؟ هذا الانفلاميشن في الكبسول يعمل ستيتشنج. ستيتشنج لو حصل بايوجينيك وبقى فيه ابسس بقى محترم يعمل لي ثروبنج بين. يبقى في ثلاث انواع من البين. واحد واحد دول ايه كان؟ ستريتش الكبسول. طيب ستريتشنج انفلاميشن اوف كبسول. طب ثروبنج لو حصل بايوجينيك ابسس طبعا. مفهوم الكلام؟ اشتغل ايه؟ طيب لما تيجي على المريض ده عشان حضرتك تفحص الليفر ممكن يبقى كبير شويه. انا في هيباتوميجري. انا بس عندي سؤال مضايقني يعني. بس حد يرد عليا. يحصل له جونس ولا لا؟ هو يعني هو جاي في حته قد ايه؟ وباقي الليفر ايه؟ يعني هل اتاثر على وظائف الليفر؟ يعني يا ولاد هل الاميبا دي، هل احنا قلنا الاميبا دي من ضمن اسباب الهيباتيتس او الليفرز او ما قلناش الكلام ده خالص؟ ولا بتعمل اوبستراكشن ولا هيموليسز؟ لا عارفين في النادر ان يحصل له جوندس. والجوندس ده صدفه 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 ان الابسس جه هنا عند البوتا هيباتس صدفه، لكن ده اصلا انيوجوال سايت كمان. فبالتالي الجوندس لو حصل ليه؟ حصل اوبستراكشن ليه؟ يعني حصل اكستراكشن ليه الكومباين داكت عن طريق ايه؟ ان هو جه في المكان ده، ها جه في الحته دي، لكن ده مش كتير، يعني حتى الجوندس از رير اند ايه بريزنت اوبستراكتد، لكن اللي عايز اقوله ان الليفر ما فيهوش حاجه.
الليفر باقي الليفر شغال زي الفل، الوظائف بتاعته عظيمه جدا. جم وصفوا الفيفر في العيان ده، قالوا ممكن يحصل له فيفر، ممكن تبقى انترميتنت اور كونتينوس، انا مش فاهم اي حاجه. يعني ايه كونتينوس فيفر؟ مش عايز ابقى هبقى واحده ترفع ايديك كده في التاني. يعني ايه كونتينوس فيفر؟ ها نظر بريتش تو بيز لاين اند فلكتويتد وذين 1 ديجري سنتيجريد. امال يعني ايه ريميتنت؟ زيها doesn't reach to the line بس fluctuated اكثر من درجة. امال intermittent ساعات 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 تعلى وساعات تنزل، ساعات بتوصل للبيز لاين. فاهمين حاجة ولا لا؟ يبقى أي طيب يعني ممكن أنواع الفيفر كلها إيه؟ تقريبا بتحصل إلا طبعا الريلاكسنج يعني. ها يبقى ممكن يحصل معاه فيفر يا إما continuous يا إما remittent يا إما intermittent. ها هيبقى عنده شوية toxic manifestations على خفيف. التوكسيك manifestations تزيد قوي لو قلب بايوجينيك. لو قلب بايوجينيك التوكسيك manifestations تبقى رهيبة جدا. ممكن يبقى عنده شوية هبات وماجلي صغيرين. ممكن الليفر يبقى تندر نتيجة ستريتش وكبسول. ممكن الاقي عنده ها قلنا اللي هو التوكسيك مانيفستيشنز دي الجوندس قلنا في حاله معينه خلاص كده. انتوا عارفين بييجوا يعملوا ايه؟ يعملوا تيست كده بايخ شويه، بيجي يحط ايده كده هنا عند الكوستال مارجن ده مكان الليفر ويقعد يخبط بايده كده. ها فعينيه بقت تقلم بقى عنده تندر الناس على مكان مين؟ ها على مكان الليفر. في مشكله في هذا الكلام؟ كلام سهل جدا. ها لو كتير بقى منتشرين وكده بس برضه هو بيقفل اللي هو سبيس اوكيوباينج ليجن هيقفل، لكن هو ايه عشان يدخل جوه الهبات وسايس ما بيحصلش. اوكي؟ بص يا دكتور عايزين نعمل له انفستيجيشنز. الانفستيجيشنز في لاب، في حاجات لاب وفي حاجات بتبقى سيرولوجي وفي حاجات بتبقى انفيزيف بدخل جوه يعني انسترومنتال وفي اشياء اخرى. اولا لاب في ثلاث حاجات لاب، ثلاث حاجات لاب نتكلم عليهم. هنعمله سي بي سي لو الموضوع مزمن ممكن يعمل له نورموكرومك نورموسيتيك انيميا. لو في انفكشن جامد او حصل بايجينيك انفكشن ممكن تلاقي الوايت بلاد سيلز تبقى ايه؟ تبقى زياده. بيعملوا ستول اناليسيز يدوروا على الانتاميبا هيستولوجيكا، بس ده كلام فاضي هفهمكم ايه. الانتاميبا ليها فورمتين سيستيك فورم وفيجيتيف فورم. الانفكتيف فورم هو ايه؟ هو البوسيت ده بيعمل انفكشن وهناخده ان شاء الله في درس اسمه اميبيك ديزنتري ان شاء الله وعليكم خير يعني قريب. اما اللي هو السيست ده اصلا معظم المصريين سيست بسر، يعني لو عملنا سور اناليس لاي حد ممكن عنده الانتيميو هيستوريك اسيست، فبالتالي حته السور اناليس دي بالنسبه لنا هي بتتعمل لكنها مش كل حاجه. حتى لو لقيت واحد عنده سيست انت مش بتعالجه اصلا الا لو عايز تعمل عليه فيلم وحوار يعني، لكن ولا حاجه. فاهمني ولا لا؟ لان اصلا هي اندمج، هو الموضوع اندمج. عشان كده بس عايز اقول لكم حاجه ركزوا معايا في المعلومه دي. هو اللي عنده انيبك ليفر ابسس مش لازم كان عنده حاجه اسمها انيبك ديزنتري؟ صح؟ يعني قبلها كان يبقى عنده ايه؟ قبلها بشهر اثنين ثلاثه حتى بسنين ممكن يبقى عنده ديزنتري. فاهمني؟ بس مين فيكم مره بطنه وجعته؟ ها مين فيكم مره جاله اسهال؟ فاهم حاجه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ ولا ونفضنا الحاجه ولا حد بيعبر اصلا، ايه المشكله يعني؟ فاهم يا دكتور؟ انت بتاخد الانترنت دي تقول لي فيتامينات يابا ولا يهمك اي حاجه. بص بقى واحد فرنساوي ها حاله في فرنسا في فرنسا ها في باريس ها واحد مسكوه ها عنده ادومينال بين وعمال يرجع وعنده اسهال عملوا له ستون لقوا فيه اللي هو الانترنت الزولوجي ها قفلوا المستشفى. فاهمني ولا لا؟ ليه؟ هم ما عندهمش الحاجه دي، ما عندهمش. هم لما يجي لي بعد سنه ولا اثنين عنده اميبك ليفر ابسس يقول لك اه انا فاكر ده انا مره المستشفى اتقفلت بسبب ده انا كان عندي ديزنتري. احنا عندنا الهيستوري اوف ديزنتري مش هتلاقيه موجود، ما انت على طول عندك ديزنتري. فاهمني ولا لا؟ لكن بره هيبقى الهيستوري موجود لان دي حاجه نادره بالنسبه لهم. فهمتوا حاجه ولا لا؟ بس على فكره اضحكوا احنا احسن. احنا خلي المصري يروح اي مكان يعمل ايه؟ فاهمني ولا لا؟ لكن هم يجوا هنا. ها؟ عندك محمد صلاح شايف عامل ايه في واخد بالك؟ هات هات انت هات لي مثلا لعيب من عندهم يجي يلعب عندنا يعرف يعمل حاجه؟ مش عارف يعمل اي حاجه. ليه بقى؟ الراجل والله بص القر يا ابني والله العظيم القر ها هيجيبه ورا. ربنا يستر والله ربنا يستر ربنا يستر عليه. مين اللي بيدعي له ده؟ انت ناقص فين مش عارف؟ لا اللي في اليوم دي بلاش مين اللي كان بيدعي له؟ بلاش 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 يا دكتور عشان بقاله ثلاث ماتشات كده مش نافع شكلهم هي
هيمشوه خلاص. بص يا دكتور، لا والله انا بغيبه والله ما قريتش عليه، ان شاء الله بفضل الله بالله ربنا يزيده ويبارك له. بص يا دكاتره، ها هنعمل ستور اناليسيز، هنعمل سي بي سي، هعمل ليفر فانكشن، ايه رايكم؟ ليفر، انا عندي حاجه في الليفر اصلا، كل ما هنالك ان هو سبيس اوكوباينج، سبيس اوكوباينج ريجن، سبيس اوكوباينج ريجن، لو ضغط على بايل كاناليكوز هيطلع شويه الكلاين فوسفاتيز. السبيس اوكوباينج ريجن يرفع مين؟ بس مش الماركت بتاع الاوبستراكتيف جامس. يبقى دول ثلاثه لاب، فيهم مشكله؟ فيهم مشكله في اللاب؟ طيب هندخل جوه. ها ممكن نعمل ايمج، نعمل ايه ايمج؟ نعمل الترا ساوند. يعمل ايه الترا ساوند؟ يقول لك انا عندي ابسس موجود في المكان الفلاني، بس هو ايه ما نعرفش. ها تعمل اكس راي لو كالسيفيك هيبان، مرات يحصل عليه كالسيفيكيشن يبان، السي تي يجيبه. بس ده مش كفايه، انا عملت سونار او سي تي ولقيت حاجه. ادخل اعمل لها اسبيريشن بس ابقى الترا ساوند جايدد او سي تي جايدد. يعني انا بعمل سونار حددت المكان، ادخل بالسرنجه بتاعتي على الابسس ده واسحب منه. اسحب منه انشوفي الصوص. شوكليت، شوكليت ماتيريال. ها وبعدين ممكن اخدها نزرعها ونطلع الانتريبه ها هيستوريتيكا منها. خلاص؟ ممكن نعمل كولونوسكوب. تقول لي احنا بنتكلم في ارميك ليفر ابس، نعمل كولونوسكوب ليه؟ ادخل ابص على سيجمون الكولون وعلى الكولون، لو في عندي الالسر بتاعت الاميبا تلاقيها موجوده ولا حاجه، هتعملي كده فلاسك شيب الالسر موجوده في الكولون هناخدها، ممكن تشوفها عن طريق السيجمويدوسكوب. في تيست فاشل جدا اسمه سيرولوجي، بيدور على الانتي بودي بتاع الانتميبا. ايه رايكم؟ نعمله فين؟ في باريس. لكن هنا ليه؟ عشان لو عملناه هيطلع بنسبه 100%، 100% صح ولا لا؟ لكن يعملوه بره. اقول لكم حاجه بصراحه، ودي بنعملها بصراحه والله بجد، ولا بنعمل اي حاجه من دول ولا الهوس. انت كل اللي عملته عملته سونار، فلقيتش حاجه، تروح عامل له ثيرابيوتيك تيست، تروح مديله جرعه حلوه من الفلاجي. ايه المشكله؟ ده اي حد برضه في بعض ياخد فلاجي، حتى الامهات حاطين فلاجي في الثلاجه، فاهمني ولا لا؟ اديله فلاجي، لو خف يبقى كان ايه؟ لا ما خفش، نبدا نشوف، فاهمني ولا لا؟ ده اسمه ثيرابيوتيك. ها ثيرابيوتيك، يبقى انت بتوفر الامكانيات المهوله دي كلها او بتديله جرعات من الميترونيدازول. هو المرض ده انفكشن ولا مش انفكشن؟ هنعالجه ازاي؟ جنرال نعمل ايه؟ نريحون اكيد صح؟ ها طيب ها سيمبتوماتيك انتي فايروتيك وانالجيتيك. سبيسيفيك ده المهم. اهم دواء اسمه مترونيدازول. اسمه في السوق فلاجيل او امريزول صح؟ الجرعه 750 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم لمده 10 ايام، تحفظ الجرعه. 750 ملي جرام في اليوم ثلاث مرات في اليوم. ها يعني كل 8 ساعات لمده 10 ايام. في بديل ليه اسمه تينيدازول. ده هو 2 جرام بيستخدم في 2 جرام زي لمده 5 ايام فقط. في حاجه ما بتستخدمش زمان كانت بتستخدم ايميتين هيدروكلورايد. اسمه ايميتين، كفايه كلمه ايميتين. يعمل جي اي تي ديستربنس ان كان ما حدش يستحمله اصلا. محدش يستحمله حتى يعني محدش كان مستعمله طلعوا منه بريبريشن اسمه دي هايدرو ايميتين. دي هايدرو بيعمل دي هايدريشن. من كتر البومتنج والدلال اللي بيعملها طبعا لا يستخدمها كلماته خلاص. ايميتين هيدروكلورايد ودي هايدرو دول مش بيستخدموا حديثا، وده حلو بيستخدموا الكلوروكين. كلوروكين ده انتي مالاريال. كلوروكين ليه كذا استخدام في المنهج، من ضمن الاستخدامات انه بيستخدم في علاج الايه؟ الاميبيك ابسس. لو العيان ما استجابش العلاج ادخل بسرنجه وابدا فضيه، ندي الاسبيرش اقعد فضيه فضيه فضيه، واخد بالك؟ مرات يدخل جراحيا، مرات يدخل جراحيا، يدخل يعمل له اكسترنال درينج، يعني ركب تيوب او حاجه، او حتى يدخل يشيله، خاصه لو كان هو ما يستجبش العلاج. لو كان قلب بايوجينيك، انتوا عارفين وانس ان في ابسس لازم اعمل له درينج. لو قلب بايوجينيك لابد ان هو يتسحب. لو لقيته بقى كان واحد وبعدين هيبقوا اثنين هيبقوا ثلاثه، يبداوا يزيدوا معاك، يعني معناه ان هو عمال ينتشر، ادخل شيله وخلاص. حتى ابطل انك سيرجيكال تشيله. عالج الكومبليكيشنز، عالج البلوريسي، عالج البريكارديتس، عالج الحاجه اللي حصلت معاك. ها الاميبك ابسز يجي مساله في امتحان النظري. يجي مساله يقول لك واحد عنده هيباتوميجالي وممكن تندر وبتاع والكلام ده، لكن مفيش جوندس ولا ايفيدنس اوف ليفر سيل فيلير وكل المعامل بتاعته كويسه، ولازم يديك بقى ان هو لازم يديها لك بقى في المساله. يقول لك ان كان في هيستوري اوف ديزنتري زمان. ما انت مش هتعرف غير ما اي واحد ليفر بيوجعه مش معقوله هيبقى ايه؟
هيبقى اميبك ها ليفر اكسس خلاص ها اميبك ليفر اكسس النبوس السهله البسيطه ها مفيش فيه ادنى مشكله اعتقد يعني شيستوزوما بالهارزيزس بالهارزيا ليفر دايما الكوست اوف اورجانيزم هي شيستوزوما مانسوناي دي عشان بتقعد في الكولون الاخرى ما تعرفش تمسك في الكولون في بياخدها كويس فتمشي مع البورتال سيركيوليشن وتيجي ترشق في البورتال تراكت وتبدا تعمل فيه فايبروزس ممكن تبقى هيماتوبيوم هي هيماتوبيوم قاعده اصلا في الفيزايكا بلكسس مش هتعرف تروح للليفر بس في حاجه اسمها ابنورمال هابيتات يعني ايه ابنورمال هابيتات؟ لا المانسوناي قاعده مكان الهيماتوبيوم والهيماتوبيوم قاعده مكان لكن الاكثر في الكولون مين؟ المانسوناي يبقى المسؤول عن البريبورتال فايبروزس والبورتال هايبرتنشن والبلهارزيا الليفر اكيد هو مين؟ اكيد المانسوناي حلو كده؟ المرض طبعا اكثر في الرجاله من سن 10 ل 40 سنه عشان من 10 ل 40 سنه ده ها السن اللي كانوا بقى بينزلوا فيه الترع والعك والكلام ده. بص يا جماعه الكلام بسيط جدا. الكلام بصوا ولا اسهل من كده. لو ادي الليفر بتاعنا اهو وعندنا بالهارزيا الروبر كانت قاعده في الكولون الجو حر بصراحه مش عارف انتوا واقفين كده ازاي مش عارف بس عادي بص يا دكتور بص يا دكتور ما تزرقيش الهان اللي بتعيد كده عيب هي كانت قاعده في الكولون رجعت مع البورتال سيركيوليشن ها وجت رشقت تاني قعدت هنا بتعمل حاجه اسمها سيل ميديتد اميونيتي تبدا تعمل جرانيولوما يعني يجي حواليها ليمفوسايتس وبلازما سيلز ومش عارف ايه حاجات كتير ثم فايبروبلاست المحصله في النهايه هيحصل ايه؟ مثلا فايبروزس طب مش البورتال تراك ده كان فيه برانش من البورتال فين؟ فيحصل حواليه فايبروزس الفايبروز ده نوعين يا اما يبقى حاجه كورس كبيره يا اما حاجه صغيره يعني لو هو بنيول صغير يقول لك ايه؟ ها ده يبقى حاجه كده فاين بريبورتال فايبروزس لو جه على برانش كبير شويه يقول لك كورس بريبورتال فايبروز بس المحصله حاجه لما يبقى هنا وهنا 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 كل ده فيه فايبروزس المحصله بتاعتي كلمه عظيمه اسمها بورتال فهمت حاجه؟ ها مفهوم ولا لا؟ يبقى انا مشكلتي في الاوفا ايه؟ انها مش عارفه تقعد في الكولون. فهتمشي مع البورتال سيركيوليشن وترشق في البورتال تراك وتبدا تعمل لي ها السيل ميديتد اميونيتي وتعمل جرانيولوما او الجرانيولوما دي هي باي فايبر اي جرانيولوما حواليها ها فايبروزس هذا الفايبروز هيقفل البلاد فيزلز يعمل بريبورتال ها فايبروز هذا البريبورتال فايبروز مع الوقت يؤدي الى بورتال هايبرتنشن كويس كده؟ الكيميكال بيكتشر هو اصلا كان عنده مانسوناي فدي في الكولوم بتعمل ديزنتري راحت الليفر هتبدا فين؟ تكبر الليفر بس خد بالك هي قعدت هنا ما دخلتش الهيباتوسايت فيقول لك ايه؟ There is no evidence of liver cell failure except hepatitis virus virus is coexisted يعني لو داخل معانا الهيباتايتس هتلاقي مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلر لكن البلهارزيا لوحدها ها هتبقى ايه؟ عمرها ما تعمل ها ليفر سيل فيلر كبيرها انها تعمل بورتال هايبرتنشن الكلام واضح ولا لا؟ يبقى البلهارزيا بورتال هايبرتنشن نو ايفيدنس اوف ليفر سيل فيلر هنكتب في الصفحه دي تحت كده 77 تحت هنكتب ستيجز اوف بلهارزيا ليفر ستيجز اوف بلهارزيا ليفر 1 2 3 4 1 هيباتو ميجالي 2 هيباتو اطلب شويه 2 هيباتو سبينو ميجالي هيباتو سبينو ميجالي 3 شرانكت ليفر سبينو ميجالي شرانكت ليفر اند سبينو ميجالي ميجالي اللي واحده بلاش ميجالي اللي بتكتبوها دي ميجالي ال واحدة ها ال واحدة يا باشا شانك ليفر واسبرينو ميجالي أربعة أسايتس أما لو حصل أسايتس في المرحلة الرابعة بريمة فيو شطري عايز أعمل انفستيجيشنز هنعمل ستول أناليسيز نلاقي مين؟ البلهارزيا الأوفر حلو؟ ساعتها نعمله ريكتال سواب او يدخل ياخد بايوبسي عن طريق السيجمويدوسكوبي عن طريق الكولونوسكوبي يدخل ياخد بايوبسي من السيجمويد كولون من الريكتم او من السيجمويد كولون او حتى من الكولون ياخد بايوبسي ويدور فيه على ها البلهارزيا الاوفا يدور على البلهارزيزس ممكن يدور على البلهارزيا عن طريق سيرولوجي بلهارزيا الانتي بودي عن طريق الايزا
بالهارجر اند بودي. يعني السؤال هاو كان يو ديتكت بالهارجيزس؟ ستول لو برضه الستول قشطه ما بانتش، ندخل نعمل ريكتال سواب ما ينفعش تعمل بايوبسي من الريكتال او من السيجمويد كولون او من الكولون شخصيا. وممكن طبعا اللي بيعملوا طبعا في السوق بالهارجر اند بودي، ها اللي بيتعمل حاجه سهله بالهارجر اند بودي تعرف اذا كان عنده تخلف بالهارجر قبل كده ولا لا. طيب هي مشكله بالهارجر في ايه يا ولاد؟ هو كله عمال يقلب في الصفحات ليه؟ في ايه؟ هنخلص ايه بس يا دكتور دلوقتي؟ مش مهم نخلص. لا احنا خدنا الاميبيك ليفر ابسس. الجرومبس احنا واخدينه اصلا قبل كده. اللي انا راجعته. والله راجعته كلكم لقيتكم ذاكرين ومعلمين وبتاع. والله انتوا كلاب علم اصلا. معلمين بس مش ذاكرين. وهو حد في امتحان على الهيباتولوجي كاملا. انت راجل ايه؟ جدية؟ دي جميلة جدا. تخش الملاسيزيا فرفر؟ أطول؟ وملاسكا كونتاجيوزا؟ نعم السؤال السهلة دي سهلة. وإيه إيه؟ أهم حاجة إيه السكيبس بريجنانت فينيل أوف ساركوتس كابيار. لازم بريجنانت فينيل. طيب هو المرض خليكم بس في موضوعنا بنقول إيه؟ إيه؟ في امتحان يوم الاحد انشا؟ امتحانك اللي يوم ايه؟ كلكم عندكم اللي ايه؟ مش كلكم يعني مجموعة ثلاثة بس؟ مجموعة ثلاثة تمتحن يوم الثلاثة. ان شاء الله عندكم امتحان، ما فيش امتحان. ان شاء الله عندكم امتحان. ايه المشكلة؟ عايز امتحان. طب وانا كده قهرتهم ازاي يعني؟ ايه اللي عايزين تاني تاني؟ خلينا نفرق ايه؟ لا 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 اهم حاجه نفسيتك صح؟ لو افضل يبقى تقول لي والله اتلفوا بس بعتلهم تعليم يعني، ايه المشكله؟ في ايه يبقى تقول لا بجد في ايه يبقى تقول لا ده انتوا حاسين الكلام صعب يعني؟ والله سهل جدا بس هو يذاكر يعني، هو يذاكر بس. والله سهل جدا. انت بس ربنا يهديكم وقعدوا ذاكروا. كل الناس هتمتحن يوم الاحد ما عدا اللي عندهم جلديه يوم الثلاثاء. كل الناس هتمتحن يوم الاحد ما عدا، وعلى فكره انا هبدا ارخم شويه عشان انتوا ايه لما بنعمل كده وبعدين ايه نسبه الغياب العاليه دي يعني؟ كل اللي غيبان عندهم اطفال. هو مجموعه اللي من عندهم اطفال. طب هنشوف ماشي. اوكي. عامل لهم سبورت؟ بيسمعوا لهم يعني؟ بكره يقولوا يا ريتنا ما غيبنا ولا سيبنا يوم عشان نحضر، هو كده كده الاطفال محصله واحده بس اللي ذاكر زي ما ذاكرش مش كده؟ انا كنت بقول حاجه مهمه الله يخليك يا اخويا ايوه بص بقى مشكلتي في البلهارزيا في البورتال هايبرتنشن. فلازم حضرتك تكتب لي انفستيجيشنز كاملة في البورتال هايبرتنشن. كاملة كامل بورتال هايبرتنشن كاملا. كل الانفستيجيشنز تكتب كاملة ماشي؟ أخبار الليفر فانكشن إيه مع البلهارزيا؟ بشحت منكم كلام. أخبار الليفر فانكشن إيه؟ ما تبقى طبيعية ليه؟ انا ما عنديش مشكله في الليبادوسايت الا ان ممكن بقى لو موضوع كورونيك العيان ما بياكلش وكده يبقى عنده شويه هايبوبروتينيميا، عنده نزيف كتير بورتال هايبرتنشن يعمل له انيميا هايبوبروتينيميا مع النزيف الكتير، لكن ما عنديش حاجه ايه؟ ما عنديش حاجه سبيسيفيك. العلاج بتاعنا هي كلمه تحفظها برازيكونتيل اربع طراز بياخدهم مره واحده وسلم. ماشي يا ولاد؟ فاتي ليفر اكيد حد مننا راح لدكتور او كان مع مامته او باباه او خالته او عمته او اي حد يعني، فالدكتور عمل له سونار وقال له عندك دهون على الكبد. دي كلمه اسمها ايه؟ فاتي ليفر يعني في اكيوميشن اوف فات جوه الليفر. هقول لك بطريقتين دلوقتي بس فهمني في اللي انا بقوله. الفاتي ليفر ليه اسباب كتير. اي حاجه تعمل خلل في الفات ميتابوليزم هتؤدي الى فاتي ليفر، اشهرهم الدايبيتس. هو الدايبيتس ماله مال الفات؟
عشان ده بيحضر ساعة الجلوكوز بتاع الكربوهيدرات. ما هو لما بلاقيش انا انسولين يدخلي الجلوكوز لجوه الخلايا، الخلايا تعمل لايبوليسيس للدهون اللي فيها عشان تاخد منها طاقة. هذا اللايبوليسيس الفاتة بيترسب على الليبر. عشان كده اشهر حاجة يقول لك ايه اللي يحصل يا ابني في الليبر ان دايابيتيك بيشنتس. هي كلمة عايز اسمع كلمة اسمها فاتي ليبر. في ناس يبقى عندهم ليبر ستورج ديزيز، في ناس يبقى عندهم حاجة اسمها ابيتا لايبو بروتين. عارفين اللايبو بروتين؟ اللايبو بروتين ايه ده؟ اللي هو ايه يعني؟ اللي هو البروتين اللي هو الشيال اللي بيشيل الدهون. لما يكون في خلل هتفضل الدهون قاعدة في الليبر ما تتحركش، هتؤدي الى فاتي ليبر. من ضمن الحاجات ودي غريبة جدا اللي تعمل فاتي ليبر يا اولاد، لو حد بيخس بسرعة. كل مش مع الناس الاوبيس، ايوه مع الناس الاوبيس في فاتي ليبر، بس برضه لما يخس بسرعه تزود الفاتي ليفر، لان هو الرابيد ريدكشن اوف ويت بيحصل هايبوليسيس. هو ما بياكلش بس عمال يحرق في الدهون اللي عنده، ففي هايبوليسيس، فالفري فاتي اسيد يقعد يترسب جوه. ها الهيباتوسايت عشان كده يقول لك ايه، هو كيلو في الاسبوع مش اكتر من كده، كيلو انزل كيلو في الاسبوع، انزل كيلو في الاسبوع. لما تخس تدريجيا احسن ما يحصل ريدكشن للويت مره واحده. ممكن بعض الادويه زي الكونتراسيبتيف بيلز ممكن تكون هي السبب. طيب ايه الباثولوجي؟ ركز في الحته دي قوي، دي سهله قوي. ودي هتبين لك حاجه. لو انا دلوقتي دخلت جوه الهيباتوسايت، ها دي الهيباتوسايت يا ولاد، ها انا خدت خليه من دول واحده ودي النيوكليس بتاعتها. في نوعين من الفاتي ليفر، انا خدت بايوبسي لقيت نوع، لقيت فيه فيزيكلز كده، فيزيكلز بالمنظر ده. الفيزيكلز دي عباره عن دهون، الفيزيكل دي صغيره والنيوكليس في مكانها عادي، النيوكليس في نفس مكانها زي الكل، لكن انا عندي فيزيكال سينا صغيره. لما يحصل هذا النوع يسموه مايكرو فيزيكولر، وده بسيط جدا وسهل جدا. في نوع ثاني انتوا عارفينه بقى، يبقى ماكرو يعني كل دول يتجمعوا يعملوا واحده بس، فتعمل لي فيزيكال كبيره هنا، ها تبقى فاكيول كبير قوي وتزق النيوكليس على الجنب، دي اسمها مايكرو ها فيزيكولر، ها ودي بتعمل سيجنت رينج ابيرنس زي بتاعت الكحوليات لو فاكرين. خد بالك ده مايكرو فيزيكولر وده اسمه ماكرو. المايكرو فيزيكولر النيوكليس بتاعتي سنترال عادي، لكن الماكرو هتزق على الجنب. لما يكون في دهون مترسبه جوه الهيباتوسايت دي اسمها ستياتوزس. اسمها ايه؟ بصراحه مش فارقه معايا في حاجه، ها مش فارقه معايا في اي حاجه، ولا فارقه معايا في حاجه ولا قلقان من حاجه. ولما بيجي لنا حد كده يقول عندك دهون على الكبد وما تقلقش والمصريين كلهم كده، بس احنا ايه نخس تدريجيا وخلاص. كويس؟ المصيبه كلها بقى ان يتحول هذا الاستياتوزس الى شاطرة استياتو هيباتايتس. استياتو هيباتايتس يعني ايه؟ يعني تلاقي بدا يحصل الهيباتوسايت دي فيها دهون، تلاقي البورتال تراكت هنا بقى انفلتريتد بانفلاماتري سيلز. يبقى عشان في دهون كانها فورم بودز بدا يجي لها مين؟ انفلاماتري سيلز. اصبحت الحاله استياتو هيباتايتس، ودي ممكن تؤدي الى السيكول بتاع السيروزس بالكومبليكيشنز بتاعته. يعني في حالات ريكوردد فاتي ليفر وقلبت سيروزس وهيباتوسيلر كارسينوما. يبقى هو المرض بناين الا لو دخل فيه استياتو هيباتايت. في سطر كده مكتوب انتوا مش تاخدوا بالكم منه. في الباثولوجي كده سطر كده. ريلي ها ايه؟ لو حصل انفيزيشن بالفانازوس يبقى اسمه استياتو هيباتايت. عارف بقى جنبيه سيكولي اوف هيباتايتس مي اوكي، يعني هيكمل سيروزس وكومبليكيشن زي الاتش سي سي. يعني السيكولي اوف سيروزس ممكن تكمل بعد كده. معظم الناس اللي عندهم فاتي ليفر اسيمبتوماتيك. ما حدش يقول لك الحقني انا عندي فاتي ليفر، فاهمني ولا لا؟ حتى مش هيقول لك انا جنبي بيوجعني ولا اي حاجه، ولا الهوا. ها انت بتكتشفه ازاي؟ بالسونار. بس هو يقول لك ايه ممكن اكتشفه كلينيكالي تلاقي فيه هيباتوميجالي. بس في حاجه، هو الليفر كبير بايه؟ بفات. يعني سوفت. محدش يعرف يحس الا عن طريق لو انا جبت الابر بوردر بركشن واللور بوردر بركشن وشفت الاسبال ماشي، لكن الاحسن من كده ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل الترا ساوند. طبعا العلاج نعمل سلو ريدكشن اوف ويت، تدي الحاجات اللي هي لو كالوريز، تدي مجموعه فيتامينز، حاجه اسمها فاركو بيت كده في السوق، مجموعه فيتامينز وخلاص. لكن الموضوع ايه؟ قراءه كده وسهل. يبقى البوردر تراك وتبقى الهيباتوسايتس كمان. هيباتيك تيومرز. هيباتيك تيومرز على نوعين. اخر حاجه مش هنقول حاجه بعدين خلاص. هيباتيك تيومرز خلاص. هيباتيك تيومرز نوعين، يا اما تبقى حاجات بنعين يا اما حاجات مالجنت.
البراين اسمه هيباتيك ادينوما مش مهمه. المالجنس نوعين، يا اما برايمري يا اما سكندري. برايمري اسمها اتش سي سي او اسمها هيباتوما، هيباتوسيلر كارسنوما، او اسمها هيباتوما يعني تيومر اوف هيباتوسايتس، طالع من اسمه هيباتوسيلر كارسنوما، طالع من الهيباتوسايتس شخصيا، ودي غالبا بتبقى واحده. او سكندريز جايه من اماكن اخرى، ليفلب مش ليفلب دي كان فيه ال ليفر، ال ليفر يعني جايه من اللنج، جايه من اي حته، ودول بيبقوا مالتيبل. يبقى اول حاجه كلاسيفيكيشن يا بناين يا والمالجنس يا برايمري يا سكندري، خلاص كده؟ هيباتوسيلر كارسنوما هيباتوما دي الاساس بتاعنا. ها دوت البرايمري تيومر اوف ليفر، وده بيكون هاي جريد مالجنسي. الاسباب بتاعته دايما بيجي بعد السيروزس، خاصة السيروزس اللي سببه هيباتايتس. الهيباتايتس بي لوحده من غير ما يعمل سيروزس قادر ان هو يعمل كارسنوما. مش معنى الهيباتايتس بي بالذات. لان الهيباتايتس بي دي ان ايه؟ كان انتجريت ويز هيومن جينوم ويعمل فيه موديفيكيشن ويبدا يؤدي الى هيباتوسيلر كارسنوما. لكن احنا قلنا ريسنتلي في المصريين اكتر حاجه تعمل اتش سي سي هو الهيباتيتس سي فيروس، لان هو الاشهر عندنا. يعني الاكتر عندنا هو مين؟ هو الهيباتيتس. احنا قلنا زمان لو عندي 100 واحد عندهم هيباتيتس هتلاقي 90 سي وهتلاقي 10 بي، ال 10 البي 5 منهم حصل لهم اتش سي سي، ال 90 السي 9 منهم، فاهم؟ يعني هو كنسبه وتناسب لا البي اكتر، لكن عشان احنا اصلا عندنا السي اكتر فذا كومن اسبيكوز هو مين؟ هو السي. لو برضه في سبب ممكن يبقى حاجه اسمها افلاتوكسين. افلاتوكسين ده توكسين، هو توكسين بيطلع من حاجه اسمها اسبرجيلاس فليفس، ده طحلب او فطريات. عارفين الجبنه البيضاء لو استبرت الثلاجه بتعمل ريم اصفر كده، هو ده هو ده هو ده الفطر يعني. بيطلع توكسين اسمه ايه؟ افلاتوكسين. هذا الافلاتوكسين بيبقى مسؤول عن جزء من الهيباتوسيلر كارسنوما. خلاص؟ ممكن يكون السبب اندروجين، الناس اللي بتروح الجيم وعايز العضلات تتنفخ بسرعه ومش عارف ايه، وياخد حقن بقى مش عارف امين وبتاع واندروجين. طبعا بتاخد بطريقه غلط، ربما تبقى من اسباب كارسينوجينيك هيباتوسيلر كارسينوما. يبقى ما اسباب الهيباتوسيلر؟ اي كانسر يا اولاد ملوش سبب، واخد بالك؟ لكن هنا قال لك لا، ممكن مين الناس؟ يعني مين الناس اللي ممكن يحصل لهم كده؟ هو السيروزس عموما. الهيباتيتس بي حتى من غير ما يعمل سيروزس، الافلاتوكسين والاندروجين. نيجي على كلمة الكوهوليك سيروزس، يعمل هو لو معاه هيباتيتس يبقى الفرصة عالية جدا. الهيموكروماتوزس يعمل أكتر حاجة، تلت الحالات مش كده. الويلسون يعمل مش قليل قوي، يعني قليل لو عمل، فاهمني؟ قليل، لا الويلسون نسبته أقل من حاجات تانية كتير، مش كده؟ طيب سر المسألة، سر المسألة يعني تجي لك كيس في الامتحان اتش سي سي، مش امتحان العملي، امتحان النظري، مسألة في كده كيس. اي مريض سيروزس ويحصل له رابيد ديتيريوريشن اوف جنرال كونديشن، ها تفكر في حاجتين، يا سبونتينيوس بكتيريال بروكنايتس يا اتش سي سي. ماركت بقى ويت لوس ومش عارف كاشيكسيا، وبيحصل له حاجه اسمها بارا مالجننت والكلام ده، خلاص الحاله بتاعت ايه؟ ها دي اتش سي سي. لا ده هو الاسايتس زاد وعملنا تاب ولازم الاقي بوليمورف او وايت بلاد سيلز، ده خلاص دخلت السبونتينيوس بكتيريال. ها بس اعمل لكم حاجه حلوه قوي هتعجبكم، مش مش في الكتاب، اعمل لكم حاجه اسمها كي وورد. كي وورد دي مش عاملينها هبل، يعني ايه كي وورد؟ يعني لما تلاقي كذا مع كذا فكر في كذا، كذا مع كذا في المسائل، وانت بتحل المسائل. ها عند البنات بقى في ورقه كده كيسز لوحدها، فانت وانت بتحل المسائل دي لازم تبص كويس على ها الكي وورد، مفتاح في حاجه بتبين لك اصلا المساله يعني. المهم اللي عنده هيباتوسيلر كارسنوما هو حد عنده سيروزس بدا يشتكي من وجع مفاجئ في جنبه اليمين، بدا يجي له الم شديد جدا، ممكن الم نتيجه ستريتش وانفيجن للكبسول بتاع الليفر مثلا، ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده، او بدا يخس قوي، او ما بيشتكيش من اي حاجه وبعمل له سونار كروتين لقيت عنده ماس. وللاسف ده كتير. هو يا ولد حد عنده سيروزس، احنا اتفقنا اللي عنده سيروزس لازم كل ست شهور اعمل له حاجه اسمها الفا فيتو بروتين واعمل له الترا ساوند، اكتشف بالصدفه ان هو عنده ايه؟ ان هو عنده هيباتوسيلر كارسينوما. يبقى هو مريض ممكن اكتشفه صدفه يا اما يشتكي من حاجات، ايه الحاجات اللي تخليك تشوفه في الكارسينوما؟ ان المريض دوت بدا يجي له وجع جامد، ان هو بدا يخس جامد، ان هو اصلا
بدا يدخل في اتاكس اوف هيماتيمسيس وهيباتيك انكفالوباسي كتير. ها بدا يجي له اوسايتس جامد قوي، الجوندس بقى ديب قوي، هو كان ماشي كويس، كان ماشي ستيبل، اس فجاه الحاجات دي بدات تزيد جدا معاه. يو هاف تو سسبكت اتش سي سي which is common in cirrhotic patients. يبقى انا بشك لما الاقي رابيد ديتيريوريشن اوف جنرال كونديشن. تيجي تفحص الليفر بتاعه تلاقي الليفر كبر، ما هو في ماس وبقى ريجولر وبقى هارد، بقى هارد نودولر وهارد، بقى حاجه ناشفه، وممكن الماس دي، ممكن الماس دي يجي لها دم كتير. لما يجي لها دم كتير احط السماعه اسمع صوت الدم، بسمعها هيباتيك بروين، اسمها مأمون صايم. ها هيباتيك بروين، هيباتيك بروين، واخد بالك؟ ممكن يعمل انفيجن للكبسول ويعمل فيه التهاب. اسمع حاجه اسمها هيباتيك راب، هيباتيك راب، والديافرام بيتحرك عمال يلمس الكبسول يعمل حاجه اسمها ايه؟ احنا كان عندنا كام راب في المنهج ده؟ اربعه، بلور الراب وبريكارد الراب واستوليميك راب وادي هيباتيك راب. ها فريكشن، هم كلهم فريكشن، ها كلهم فريكشن، ده احتكاك، يبقى دي كلمه اسمها ها هيباتيك راب. ممكن العيان يجي لي بميتاستاسيس فين؟ يجي في اللانج، يجي في البون، يجي في البرين، يروح ميتاستاسيس. ايه رايكم يا اولاد؟ واحد عنده هيبات سولار كارسنوما ولقيت عمال يجي له ريكرنت اتاكس اوف هايبوكلايسيميا، تقول لي اه يبقى الكارسنوما بتطلع انسولين. فاهم حاجه؟ بره مالينا سندروم. ليه بدا يحصل له كلابنج؟ بتطلع جروث هرمون لايك. ليه بدا يحصل له جايبينكو ماسك؟ تقول لي ما هو اصلا سيروتك فعنده. اقول لك ماشي، بس ممكن تكون بتطلع كمان استروجين. يا اولاد لقيت عنده هايبر كالسيميا. طلعت بارت هرمون، طلعت بارت هرمون هرمون، لقيت معاه بوليسايسيميا. تقول لي مالجنسي والمالجنسي معاه انيميا. لا لقيت معاه بوليسايسيميا. اقول لك بس هو بتطلع اريثروبويتين. فاهم حاجه؟ يا ريت كان في ترم اسمه بارا مالجنس سندروم، يعني لقوا ان الخلايا السرطانيه ممكن تطلع حاجات من ضمن الحاجات اللي بتطلع ممكن تبقى هرمون. ما قلناش الكلام ده قبل كده؟ ها مش ممكن تطلع حاجات زي الهرمونات كده وتعمل لي حاجه اسمها بارا مالجنس سندروم. الحته اللي جايه هي الاهم، اهم حته، ازاي تعمل سكريننج؟ انتوا عارفين بعمل الترا ساوند وبعمل الفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ده تيومر ماركر، بيفهم على الليفر والجاي تي والاوفيريان، يعني مش سبيسيفيك اصلا، هو مش سبيسيفيك. لو لقيناه عالي قوي فوق ال 500 نانو جرام بنشخص. بس احنا في مصر اتفقنا على حاجه، قاعده. بصوا اي مريض سيروزس كل ست شهور بعمل له الفا فيتو، بعمل له الترا ساوند. لو لقيت في الالترا ساوند فوكال ليجن حاجه غريبه اكتر من 2 سم والالفا فيتو بروتين عالي اكتر من 200 نانو جرام، يبقى دي اتش سي سي. تاني نشخص ان في هيبات سيلو كارسينوما، حاجتين لازم، حاجتين ايمج وتيومر ماركر. الايمج الاقي فوكال ليجن اكتر من 2 سم والاقي معاه الفا فيتو اكتر من كام؟ هو اصلا لا اكتر من 200. ها الالفا فيتو اصلا اقل من 20، يعني نسبته في الدم اقل من 20، اكتر من 200 ده عالي، بس لازم يكون معايا. طب لو لقيته عالي لوحده مش كفايه، مش كفايه. عملوا سي تي ممكن تبين حاجه اسمها تراي فيزيك سي تي، وده بنستخدمه صبغه. فكره ان انا استخدم سي تي وكونتراست يعني معاها صبغه، الصبغه بتدخل على البلاد فيزلز، اي تيومر يبقى جايله بلاد فيزلز كتير، فانا ببدا اشوف البلاد فيزلز بتاعت الايه؟ بتاعت هذا التيومر، فالتيومر يبدا يوضح معانا. تراي فيزيك سي تي دايجنوستيك اللي بيحصل عندنا في مصر كالاتي. بنعمل سونار لواحد، هو خس ما خسش، اشتكى ما اشتكاش، لقينا فيه فوكال ليجن اكتر من 2 سم بالسونار. نروح طالبين له الفا فيتو بروتين نلاقيه عالي، ندخله نعمل له ترايفيزك سي تي دايجنوستيك. اصل السي تي بتعمل حاجه ثانيه، تشوف دي حصل ميتاستاسيس في الابدومين كمان ولا لا؟ ولا هو لسه موجود؟ تقول لي طب يا دكتور هل مهم ان انا اعمل سكريننج بدري؟ مهم جدا. عارفين لو انا اكتشفت الاتش سي سي بدري وتشال من غير ما يعمل حاجه في اي حته، ده جود بروجنوزس. غير كده لو ما اتشالش بدري، ها انت عارف البروجنوز بتاعه سيء، يعني العين بيموت وذين 6 مانس، يعني السرفايفر انت هيتعدى 6 شهور. يبقى احنا الايرلي دايجنوز، الايرلي سكريننج از تو امبورتنس. عملوا افتكاسات كثيره قوي، بداوا يعملوا تيومر ماركرز اوفر، يعني من ضمن التيومر ماركرز حاجه اسمها كاربوكسي بروثرومبين مثلا يعني. وفي واحد من سنتين ده اكتشف ماركر ثاني وسماه جولجي 73. جولجي ده حاجه بيقول لك ده سبيسيفيك، مور سبيسيفيك، لكن ما زال المتبع هما حاجتين، الالترا ساوند مع
مع الالفا فيتو، الترا ساوند مع الالفا فيتو هو دايما الكلام المتبع فور ايه؟ فور دايجنوزس، واعمل بقى انفستيجيشنز فور ميتاستاسيس. دي ما حدش بيحب يعملها كتير، يدخل عن طريق الالترا ساوند على التيومر وياخد منه ايه؟ بايوس مش بيحبوها لانه ممكن يعمل سبريد للايه؟ بيعمل سبريد لهذا الكانسر. الوقايه خير من العلاج. يعني ايه؟ امنع الهيباتايتس، بلاش الافلاتوكسين، بلاش البتاع ده. ايرلي دايجنوز از امبورتنس، اعمل له سكرينينج كل ست شهور كويس. طيب خلاص هو حصل يا دكتور، لو كان مفيش ميتاستاسيس ادخل اعمل له ريسكشن، ادخل شيله وخلصنا. حصل يا دكتور بقى ميتاستاسيس، مفيش حل غير الايه؟ غير الراديو ثيرابي والكيمو ثيرابي والكلام ده. بس في افكار، يعني في حاجه اسمها راديو فريكونسي، سمعت عنها؟ التردد الحراري. يعني واحد عنده بؤره، عنده بؤره في الكبد، بؤره اللي هي الفوكا ليجن، دايما المصير العين يقول لك انا عندي بؤره كبديه، يقول لك فوكا ليجن يعني بيقعد يعمل عليه جلسات تردد حراري، بيقول لك هي بتقلل السايز بتاعه شويه. عملوا حاجه اسمها كيمو امبولايزيشن. انا اقول لكم من شويه اي تيومر بيجي له ايه؟ بيجي له دم كتير. يدخل على الارتري راح يغذي هذا المارينس ويقفله. يدخل يقفله. يعني لما يدخل يقفله اصبح التيومر ده بيه ايه؟ كلها افكار، كلها افكار. لكن طبعا هو لو ريسكتبل، لو ينفع يتشال من الاول، يتشال طبعا، يبقى حاجه كويسه جدا. احسن حل، احسن حل لو حد عنده اتش سي سي وهو لوكاليز في الليفر، اعمل له هيباتيك ترانسبلانتيشن. احسن حل على الاطلاق ان هو يتعمل له ساعتها هيباتيك ترانسبلانتيشن. يتعمل ازاي بقى ترانسبلانتيشن ده؟ ازاي بقى؟ ازاي بقى يتعمل؟ ازاي يتعمل؟ هو ايه؟ اهو كل ده لسه ده اللون الغريب يعني شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ غير تعرفوا هشرح لكم ترانسبلانتيشن. هو ايه ده خناقي؟ انا مش هقف بكره يوم الاحد، يوم الاحد في امتحان لكل الناس ما عدا اللي عندهم جلديه. يوم الثلاثة هنتحنا ان شاء الله في ايه؟ اللي كان عندهم جلديه، ماشي؟ هنشتغل ربنا يكرم الاسبوع اللي جاي، مش عايزين نقطع يعني، هنشتغل اربع ايام عشان ايه؟ عايزين ننجز شويه. عشان اول يوم في رمضان اسف، رمضان يوم ايه؟ حبيبي. طب انتوا احنا في رمضان هنشتغل الظهر. ايوه مش هشتغل الصبح انا. في رمضان الحصه تبقى الساعه 1. ايوه نخلص يامه، لا نخلص يامه. 12 اوكي، 12 موافق، 12. ايه؟ الساعة 3؟ ايه اللي الساعة 3؟ هو انا ليه باخد رايكم؟ انا ليه باخد رايكم؟ مش الساعة 1 خالص. هو في رمضان كده الساعة 1. هما يبقوا حصتين في الأسبوع هتبقى من 1 ل 4. هما يومين، يومين عشان سيبكم تروحوا تختلفوا في بيوتكم. انا صلوا الظهر كده، صلوا التراويح وتدعوا لنا، تقعدوا تقروا جزئين قران. رمضان طبعا لازم تغيروا يا جماعه رمضان. لا خلاص يا جماعه تيجوا صلوا الظهر وتقروا جزئين كده وظبطوا الدنيا. ايه خلاص ساعه كام في رمضان؟ مش هتحضروها اصلا؟ هو حضرت رمضان حرام اساسا. على فكره الدول العربيه بتدي رمضان اجازه والله العظيم. والله بيدوا رمضان اجازه. عارفين لو انا مستريح كده في المنهج وسابقين زي كل سنه والكلام ده، والله احنا زمان عملت اجازه، بس احنا متاخرين جدا يعني، فلازم اشتغل، مضطر ان انا اشتغل يعني. فاحنا نشتغل يومين في الاسبوع، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء نشتغل من 1 لـ 4، خلاص؟ وربنا يكتب بقى ان الامور تمشي كده شويه، فانت خليكوا لزاز يعني. بعدين الدنيا بقول انا عايزينكم على الفطار ونخرج بره مع بعض. عايزينكم كل يوم انا موافق، ما عنديش مانع. افطر صايم يعني. كل واحد تمره وشويه ميه عادي. انا لازم نروح في عيب عليك ولا حاجه ولا حاجه ما يعرفوش حاجه بسيطه جدا يعني ماشي يا